مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي ليلة، وكل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، فريق كرة القدم واستعداداته على كافة المستويات لارتباطاته في الفترة اللي جاية في البطولات المحلية والأفريقية، وأيضا كل الأنشطة وكل الرياضات الأخرى والعمل اللي بيجري على قدم وساق للتطوير في كافة المقار أو أفرع النادي المختلفة، وأيضا أمور كثيرة تتعلق بالنشاط الرياضي والوسط الرياضي والكروي في مصر بشكل عام. هكون مع حضراتكم إن شاء الله على مدار 3 ساعات بدءا من 7 وصولا إلى 10 مساء بتوقيت القاهرة، وبسعد كمان بصحبة زملائي الأعزاء أمير هشام وعمر ربيع ياسين، وهيقول لنا كمان وهيقول لحضراتكم زميلي عزيز أمير هشام المزيد من التفاصيل عن حلقتنا النهاردة وعن موضوعات الحوار والضيوف اللي هيكونوا معانا، اللي هنسعد بتشريفهم النهاردة في استوديو قناة الأهلي واستوديو الأهلي ليلة. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، واللي أكيد بيضم العديد من الفقرات والتقارير الهامة جدا، وأيضا الحوارات الهامة جدا اللي بتخص كل أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة الحلقة مستمرة معاكم لحد الساعة 10 زي ما احنا تعودنا خلاص من خلال هذا البرنامج اليومي. لكن في البداية كده خليني أتكلم معاك يا أستاذ محمد عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ويمكن الفترة دي ماتشات ورا بعض كتير جدا في مختلف البطولات، سواء البطولة العربية، بطولة الدوري، وأيضا بطولة الأكثر أهمية وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا. يمكن بعض جمهور النادي الأهلي الآن شوية على الفريق بسبب الأداء، لكن هل تتفق معايا إن توالي المباريات كل ماتشين كل ماتش كل يومين ثلاثة ممكن يأثر بشكل أو بآخر على أداء الفريق ولا؟ أكيد طبعا النادي الأهلي عنده الخبرات الكافية للتعامل مع كم الضغوط اللي بيتعرض لها دايما، لكثرة الارتباطات اللي بتواجه الفريق، ورغبته دايما أبدا وأنه عود جماهيره في كل مكان داخل وخارج مصر على الفوز بأي بطولة بيفوز بيها. لكن متهيألي تتفق معنا كمان يا أمير أن الجمهور مشغول، والرأي العام والشارع الكروي والرياضي والجمهور الأهلاوي دايما بيفكر وبيستبق الأحداث، وعنده الطموحات بلا حدود وثقته في نجومه وفريقه وإدارة ناديه بلا حدود، والحديث لا ينقطع والتساؤلات عن شكل المنافسة في الدوري العام هذا الموسم. فرق دعمت صفوفها بعناصر متميزة جدا، فرق تانية بتتميز بقدرات تمويلية ضخمة جدا، الحسابات مختلفة هذا الموسم، والكل بيتكلم عن فرص المنافسة وأقرب المنافسين، وهل يحسم النادي الأهلي بفارق كبير البطولة المفضلة للنادي وإدارته وجماهيره في كل مكان، ولا الأمور هتكون أصعب أو أكثر تعقيدا ومختلفة هذا الموسم. أنا توقعاتي من خلال قراءتي للمشهد ومتابعتي لمستوى ومنحنى أداء الفريق حتى الآن محليا وأفريقيا، أنه إن شاء الله بتوقع بإذن الله مع احترامي لقدرات كل المنافسين وحقهم وطموحهم المشروع في البطولة وفي المنافسة على اللقب، إلا أني بتوقع أن النادي الأهلي في الأسبوع 10 أو 12 على أقصى تقدير يكون في صدارة مسابقة الدوري العام، وتبدأ تتضح معالم قدرة الأهلي على الحفاظ على لقبه دائما أبدا. رأيك إيه يا أمير؟ والله اكيد اتمنى اللي حضرتك بتقوله، ان على الاسبوع ال 12 بالكتير ان شاء الله النادي الاهلي يبان جدا ان هو فارق في بطوله الدوري العام، ويكون متصدر بفارق نقاط زي ما حصل السنه اللي فاتت. لكن اعتقد الامور السنه دي مختلفه شويه في ظل التدعيمات الكبيره اللي عملتها بعض الانديه، المنافسه الكبيره جدا اللي هتدي طعم لبطوله الدوري السنه دي، وايضا توالي المباريات كل يومين ثلاثه ماتش بالنسبه للنادي الاهلي ده ممكن ياثر على مسيره الفريق. لكن اكيد كلنا ثقه كبيره جدا في خبرات لاعبي النادي الأهلي، في تواجد جهاز فني كبير جدا بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا كابتن محمد يوسف، وبصراحه هم ابتدوا موسم بشكل مثالي. يعني هم لعبوا حوالي 7 ماتشات تقريبا، اتعادلوا ماتشين، 7 8 ماتشات اتعادلوا فيهم ماتشين وكسبوا 6 مباريات، فبالتالي اكيد دي انطلاقه قويه جدا بدايه موسم لاي فريق بيسعى دايما اللي هو يحافظ على القابه او يفوز بالقاب جديده، فبالتالي البدايه مثاليه. لكن ان شاء الله الاهم خلال الفترات المقبله ان شاء الله النادي الاهلي واللاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني يكون عندهم تركيز كبير جدا في كل المباريات، وخصوصا لكل الاهداف يا استاذ محمد لو تتفق معايا اتحققت حتى الان. الاهلي كان اخر فريق في مجموعه في بطوله دوري ابطال افريقيا، دلوقتي هو متواجد كاول فريق في مجموعته، الترتيب رقم 1، وعنده مباراه غايه في الاهميه امام فريق كامبالا سيتي بعد بكره ان شاء الله. ممكن البعض يكون مستريح شويه او مش قلقان من ناحيه هذه المباراه، لكن هي مباراه اكيد صعبه جدا، الاهلي عايز يختم دوري المجموعات بالتصدر، وايضا فريق الترجي
التونسي اللي عنده مواجهه مع فريق تاونشيب في بوتسوانا، هيكون عنده اهداف اخرى او اهداف مماثله لاهداف النادي الاهلي في تصدر مجموعته، فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه. ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني يكونوا مركزين في تكمله الاهداف وتكمله هذه البدايه الرائعه والانطلاقه الرائعه لبدايه موسم جديد بالنسبه للنادي الاهلي. استاذ محمد، اكيد انا بتفق معاك تماما يا امير، والمسار اللي الفريق بيتخذه حتى الان مطمئن جدا، وبيعلى تدريجيا من المباراه الاخرى وخططيا وبدنيا وفنيا، والنتائج بتعكس ده زي ما قال زميلي العزيز امير هشام. كمان احنا بنسعد بالتاكيد بكل تطوير بيحصل في اي فريق من فرق الدوري الممتاز، ده له تاثيره على شكل وقوه المنافسه وعلى مستوى كره القدم والمسابقات المحليه بشكل عام، وعلى قيمه والقيمه التسويقيه والدعائيه وسعر والقيمه الفنيه كمان للدوري المصري في منطقه الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه والقاره الافريقيه، وان شاء الله يكون له كمان انعكاسه على منتخباتنا الوطنيه وتاثيره على ارتفاع منحنى اداء المنتخب الوطني في الفتره اللي جايه في بدءا من نهائيات كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. هرجع مره ثانيه لزميلي امير ويكلمنا عن تفاصيل اكتر عن الحوارات واللقاءات اللي هتجرى اليوم من خلال الاهلي الليله. اكيد قبل ما نتكلم عن فقراتنا النهارده كمان اللي هيضيف لحلاوه بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله عوده جمهور الكره المصريه بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص للمدرجات ابتداء من شهر 9 القادم، يعني خلاص كمان كام يوم ان شاء الله الجمهور يكون متواجد في المدرجات حتى لو باعداد قليله او اعداد بشكل متدرج، ان شاء الله هتكون بدايه مهمه جدا لعوده الجماهير لبطوله الدوري والملاعب المصريه بشكل عام وبالتحديد للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما هو المؤازر والمساند رقم واحد بالنسبة للفريق في مختلف المباريات والبطولات الرسمية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. نخش بقى في حلقة النهاردة وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة أكيد زي ما احنا تعودنا عندنا العديد من الفقرات المتنوعة، لكن أول فقرة هتكون مع الزميل العزيز الأستاذ محمد الجندي، وهستضيف فيها أحد نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد حسن استاكوزا. لو كلنا أكيد طبعا فاكرينه لاعب كان مهم جدا في صفوف النادي الأهلي وفي مرحلة كانت مهمة جدا وبداية العصر الذهبي لجيل كبير جدا في النادي الاهلي. احمد حسن استاكوزا كان متواجد معاهم وبدايه الولايه الثانيه بالتحديد كمان لمستر مانويل جوزيه عقب عودته للمره الثانيه لقياده فريق النادي الاهلي كان في مطلع عام 2004، فبالتالي هيكون حوار مهم ومميز جدا مع احمد حسن استاكوزا احد نجوم النادي الاهلي السابقين واللي ساهم بكل تاكيد. اي لاعب بيتواجد داخل النادي الاهلي بيطلع من النادي الاهلي ببطولات عديده، هو ايضا ساهم في العديد من البطولات مع الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هو وزملائه الجيل الكبير جدا اللي كان متواجد في هذه المرحله، فبالتالي هيكون حوار مميز جدا ومهم مع الكابتن احمد حسن استاكوزا. بعدين ان شاء الله هكون معاكم وبعض الفقرات من جوه النادي الاهلي، هيكون عندنا بعض الامور اللي هنتكلم فيها واستعدادات النادي الاهلي لمباراه فريق كامبالا سيتي بعد بكره ان شاء الله، وايضا الاستعدادات الخاصه بلائحه النظام الاساسي ومشروع اللائحه اللي بيعده في هذه الفتره النادي الاهلي عشان يعرض على الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 28 من الشهر القادم. ملف هيكون مهم جدا واكيد هنتكلم فيه في الفقره الخاصه من جوه النادي الاهلي وكل ما يخص اعضاء وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. ايضا هيكون عندنا فقره خاصه كالمعتاد بجمهور النادي الاهلي وهو العنصر الاساسي بالنسبه لكل فرق النادي الاهلي في مختلف الالعاب، فبالتالي هتكون فقره مهمه ومميزه جدا وهنشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي يتكلم فيه عن تطلعاته وامنياته بالنسبه للفرق المختلفه داخل جدران القلعه الحمراء. ايضا هيكون معانا فقره مهمه ايضا وهي خاصه بالاهلي في كل حته وبعض الفرق اللي بتحمل اسم النادي الاهلي، مهم جدا ان احنا نعرف اخبارهم واخر الامور الخاصه بهم في مختلف الاشياء ومختلف المباريات المهمه بالنسبه لكل الفرق اللي بتحمل هذا الاسم المهم جدا اسم النادي الاهلي، هتكون فقرات مميزه جدا. وايضا هيكون معانا فقره خاصه من كتاب التاريخ وهنتكلم فيها عن حقبه مهمة جدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبتحديد عام 2006، مش عايز أحرق الفقرة دي إن شاء الله هيجي وقتها وهنتكلم فيها بكل التفاصيل. أيضا في الجزء الأخير أو قبل الأخير كمان هيكون معنا لقاء حواري آخر مع أستاذ محمد الجندي وهيكون معاه رئيس اتحاد رفع الأثقال الكابتن محمود محجوب، هتكون أيضا فقرة مميزة جدا تابعوها. وأيضا الجزء الأخير من حلقة النهاردة وزميلي العزيز عمر ربيع ياسين والفقرة
الخاصة بالكرة العالمية وكل الأخبار وكل ما هو جديد في الساحة العالمية في مختلف الدوريات اللي كلها خلاص ابتدت ومباريات مثيرة، وكمان آخرهم محمد صلاح نجمنا المصري المتألق اللي قدر إنه يفوز امبارح مع فريق ليفربول ويحرز هدف الفوز على فريق برايتون. فبالتالي أكيد أخبار هتكون مهمة ومهمة جدا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين مع نهاية هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله تكون ممتعة وتكون مميزة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. سريعا هروح لزميلي أستاذ محمد الجندي عشان يقدم لنا أول فقرة النهاردة. بشكرك جدا أمير هشام زميلي العزيز على هذا التقديم الجميل لمحتوى حلقتنا النهاردة. قبل ما ننتقل سريعا للفاصل ونعود لنبدأ حواراتنا وفقراتنا النهاردة مع ضيوفنا في الاستوديو، بقى أن نذكر بس جماهيرنا ومشاهدينا في كل مكان أنه مهما بلغت درجة استعداد كل الأندية المنافسة، وهذا حقها بالتأكيد وأمر كمان مطلوب وأمر يزيد من فعالية الدوري الممتاز وقوة المنافسة فيه، دايما لدى يعني كل الناس المدركة لقيمة وتاريخ وخبرات النادي الأهلي عندهم دايما ثقة كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى في الخبرات، حصيلة الخبرات الموجودة لدى المسؤولين في النادي، لدى مجلس الإدارة، لجنة الكورة، حتى خبرات الجمهور ودعمه للفريق بالشكل الأمثل في الفترات الأصعب أو الأكثر تعقيدا في أي منافسة بياخدها محلية أو دولية، فضلا عن الخبرات طبعا اللامتناهية لدى الجهاز الفني واللاعبين، ودي اللي بترجح دايما الفريق مهما كانت هناك ميزات تنافسية موجودة لدى بعض المنافسين، وده دايما بيخلي ثقتنا في فريقنا بلا حدود، وده إن شاء الله هينعكس على مستوى وأداء ومنحنى أداء الفريق وارتفاعه أكتر في الفترة الجاية على كافة المستويات الفنية والبدنية والخططية. فاصل ونعود. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، وبنبدا فقراتنا النهارده بهذا الحوار مع واحد من اللاعبين المتميزين اللي كانت تجربه انتقاله للنادي الاهلي تجربه خاصه جدا، وسبقها محاولات لينتقل هذا اللاعب اللي كان متميز كمان فنيا ومهاريا وكان من اصحاب المهارات الخاصه في الدوري المصري من الشرقيه للدخان الى بتروجيت، ولكن استطاع النادي الاهلي بعد ما تابع مستوى هذا اللاعب وشاف السي دي الخاص ببعض لمسات ومباريات واهداف هذا اللاعب المتميز انه يصل الى طبعا نتيجه نهائيه بانهاء التعاقد مع هذا اللاعب اللي اعلن كمان رغبته وعدم تصديقه في البدايه لرغبه المسؤولين والجهاز الفني للتعاقد معاه في النادي الاهلي، وكانت تجربه انطلق من خلالها ليسهم مع زملائه في تحقيق العديد من الالقاب والبطولات المحليه والدوليه. معانا ومعاكم النهارده في الاهلي ليله نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد حسن استاكوزا. كابتن احمد مساء الخير. كابتن محمد وسعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا كابتن، انا اسعد طبعا. الله يخليك كابتن احمد، وبنسعد بيك طبعا في بيتك على شاشه قناه الاهلي، واسمح لي نبدا معاكم مع مشاهدينا بمتابعه هذا التقرير. أحمد حسن استاكوزا، هل تتذكرونه؟ هو أحد اللاعبين الذين نالوا شرف اللعب مع الجيل الذهبي لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي ضم نجوما عديدة من أبرزهم أبو تريكة، بركات، وعماد متعب. انتقل لاعب خط الوسط المدافع أحمد حسن إلى صفوف القلعة الحمراء قادما من الشرقية للدخان موسم 2004-2005، ليخوض أول مباراة مع المارد الأحمر بالدوري في 13 أكتوبر 2004 أمام المنصورة، وفاز بها الأهلي بهدف. حصل استاكوزا مع الأهلي على العديد من البطولات، منها 3 ألقاب للدوري مواسم 2005-2006-2007، لقبين لكأس مصر موسمي 2006-2007، كما حصل مع الكتيبة الحمراء على دوري أبطال إفريقيا عامي 2005-2006، السوبر الإفريقي موسم 2007. حصل مع الأهلي على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية باليابان 2007. لا تنسى جماهير الأهلي هدفه في طنطا موسم 2007، وهدفه أيضا في تليفونات بني سويف في كأس مصر. كانت آخر مشاركة له بقميص الأهلي موسم 2007، ليبدأ بعدها مغامرة جديدة مع الاتحاد السكندري موسم 2008،
في عام 2012 اتجه ساكوزا كما يحب أن يناديه الجميع للتدريب بأكاديمية الكرة بنادي وادي دجلة، ليتولى مؤخرا منصب نائب الأكاديمية عام 2016 وحتى الآن. في أول حوار دار بين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي في هذا الوقت وقت انتقال ستاكوزا إلى النادي الأهلي، قال له إنك بتلعب بأسلوب يشبه ونتابع مبارياته، شاف في طريقة أدائه أو ستايله كلاعب في وسط الملعب، كلاعب وسط مهاجم أو كبلاي ميكر أو صانع لعب، شاف تشابه بينه وبين النجم الكبير وليد صلاح الدين، وقال له إن كاريزما لازم تكون موجودة في النادي الأهلي. خلينا نعرف منك كابتن أحمد تفاصيل انتقالك للنادي الأهلي اللي قيل إنها كانت حتى كنت مستبعد الاحتمال ده في وقت من الأول. هو فعلا أنا كنت مستبعد الاحتمال تماما، أنا كنت بلعب في نادي الشرير الدخان، كان جاي لي أكتر من عرض في النادي في الفرق الدرجة الأولى، كنت عامل سيديهاية كده بسيطة عشان خاطر أروح نادي بتروجيت، كنت حابب ألعب في نادي بتروجيت لأن نادي بتروجيت كان يعتبر في الدرجة الأولى عندنا، كان نادي بترولي، كان من الأندية اللي بتصرف كويس يعني، فكان طموحي إن أنا ألعب هناك. طبعا السيديهيه طبعا راحت انبي وراحت النادي الاهلي. انا عن طريق عم حربي مشجع الاهلي هو اللي طلب منك بالحاح انه ياخد السي دي يوديه للجهاز الفني، وانا ضحكت جدا يعني. حتى هو جاي بيقول لي انا هاخد السي دي ده هوديها النادي الاهلي، فقلت له ان توديها برشلونه، انا بضحك يعني، فقلت له ان شاء الله هتوديها برشلونه. انا كان كل طموحي ان انا اوصل لجزئيه بتروجيت، مركز على ان انا عايز اروح بتروجيت بالظبط. طبعا انا كنت قاعد اتفاجئت بتليفون من كابتن حسام البدري. طبعا احنا عارف عندنا في الكوره طبعا في مقالب كتير بتحصل وكده يعني، فانا متخيل ان حد عامل معايا مقلب يعني، ان انا الاقي النادي الاهلي بيكلمني، دي طبعا كان مقلب كبير قوي. فطبعا كابتن حسام بدري كلمني في الاول وبدا يعرفني بنفسه، فطبعا انا بقيت مركز في الصوت قوي لان انا حاسس ان ده مقلب. فطبعا بدات وانا بتكلم مع كابتن حسام اللي هو طيب ماشي، انت فاكره حد بيهزر؟ حد بيهزر حسام البدري ومش هو اللي عطل. لا هو الموضوع هزار بالنسبه لي يعني، هو كده كده الموضوع هزار، فاللي هو ايه طيب ماشي اوكي طب ده هيبقى امتى؟ فقال لي، فطبعا كابتن حسام بدا يحس ان انا بتكلم معاه بطريقه مش 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 اللي هي طبعا فيها نوع من السخريه على انه مش بالظبط مش الكابتن حسام البدري اللي بيكلمك، ده شخص بيهزر بالظبط. فبدات الفت نظره ان انا والله يا كابتن حسام بس انت حضرتك عارف هو انت كابتن حسام بجد؟ قال لي كابتن حسام انت لعيب كويس ومستر مانويل شاف السيديهيه بتاعتك وان شاء الله باذن الله تبقى متواجد في صفوف النادي الاهلي وكده. فطبعا انا ما قفلت معاه طبعا، مش مصدق نفسي، لان اليوم ده جالي تليفونات، جالي تليفون تاني من انبي في نفس اليوم برضو، فكان طبعا حدث انتقالي ده كان غريب جدا. ده كمان العروض تجي لك بقى من انديه يعني، من ام بي نادي كبير له ادارته مستقر وقدم مستوى فني كويس، ونفس الامر البتروجيت، وفجاه كمان يجي لك اتصال من الجهاز الفني من المدرب العام للاهلي قال لي ده حلم اي لاعب. الكابتن حسام قال لي ما تكلمش حد يعني، ما تكلمش حد او ما تقولش حد، لان الفتره دي هيخش ناس وهيحاولوا يعملوا مزايده وكده يعني. فقال لي ما تتكلمش مع حد. عايز اقول لك يا كابتن محمد انا ما بتكلمش يعني، هو كانه قال لي ما تتكلمش، فانا ما بتكلمش خالص مع اي حد، اقرب الناس ليا ما حدش يعرف حاجه، ما بستقبلش بقى تليفونات من اي نادي لحد ما ما بتكلمش مع حد، انا بنفذ التعليمات بالظبط، لان انا طبعا انا حابب طبعا حلم بالنسبه لي ان انا العب في النادي الاهلي، ان ما كنتش يعني طمحت ليه في وقت من الاوقات، او كنت حابب ان انا مثلا اروح نادي تاني او نادي كنت حاسس ان هو الاقرب بالنسبه لي، ولكن طبعا لاني كنت مستبعد في الفتره ديت. شايف المنافسه صعبه او فرصتك صعبه انك تروح الاهلي؟ لكن نفسك طبعا، نفسي طبعا طبعا، مش عايز اقول كل اللعيبه اللي بتلعب في مصر نفسها ان هي تكون متواجده في النادي الاهلي، بس نسبه كبيره قوي من اللعيبه الموجوده في مصر طبعا تتمنى ان هي تلبس تيشيرت احمر. فطبعا طيب ومشيت الامور ازاي؟ ازاي انا عرفت ان كان في اتصال من نجمنا السابق الكابتن امير عبد الحميد، هو اتصل بيك او اتصلت بيه علشان تروحوا مع بعض النادي، ايه اللي حصل؟ قلت له عايز تروح معايا النادي. بالظبط طبعا، هو الموضوع كله طبعا كانت هي نقله كبيره من نادي الشرقيه للدخان للنادي الاهلي. فطبعا باشمهندس عدلي قال لي ان شاء الله باذن الله هتبقى متواجد يوم الاحد الساعه 9 الصبح كان هيبقى ميعاد التمرين. فطبعا انا مش عارف اروح ازاي يعني، انا برضه الحاله طبعا في وسط كم النجوم دول اللي انا بقعد اتفرج عليهم في التلفزيون، كان كابتن خالد بيبو وكابتن هادي خشب وكابتن سيد عبد الحفيظ، كانت اسماء جامده طبعا. فانا مش عارف اخش ازاي اوضه اللبس نفسها طبعا، فكان امير هايب الموقف. طبعا بس هنرجع للحكايه دي، دخولك غرفه الملابس وتعرفك على النجوم الموجودين في الاهلي، بس عشان ما تبقاش في حاجه فقدناها في الحوار بس او نسيناها. كلمنا عن التفاصيل، رحت النادي او قعدوا معاك علشان عمليه التوقيع، والامور مشيت بشكل سهل جدا. مش عمليه مش التوقيع طبعاً. للنادي والانضمام له رسميا كانش فيه اي عقبات؟ كان الاول في عقبات قبل كده للانتقالي من نادي الشرقيه للدخان. كان نادي الشرقيه للدخان دايما كان حاطط سقف مبلغ كده
كانش لطيف يعني. في الفتره ديت ما كانش فيه مبالغ كبيره بتدفع، فكان دايما كل صفقه بتقف. بس طبعا الكابتن حسام بدري حتى هو بيتكلم معايا، فانا بكلمه فبقول له يعني احنا عندنا بيطلبوا مبالغ عاليه، بيطلبوا مبالغ عاليه، والموضوع دوت حصلت اكتر من مره وما كانش ما حصلش نصيبه كده. فطبعا النادي الاهلي فطمنك قال لي مالكش دعوه، قال لي انت مالكش دعوه. فطبعا مالكش دعوه دي اتقالت بشكل وبثقه. طبعا كان ساعتها الباشمهندس عدلي، طبعا باشمهندس عدلي مالكش دعوه خالص، الموضوع كان خلصان مجرد لقيت باشمهندس عدلي منه للمسؤولين على طول في الشريال. قال لي تقابلني بكره في الشركه، فروحت هناك في الشركه، فانا قاعد طبعا في المكتب هناك. فطبعا هو بيتكلم فرنجي وبياخد ويدي طبعا باشمهندس عدلي، فاتكلم معاه بشكل اللي هو اوكي ماشي، بس على فكره احنا النادي الاهلي دايما بيخش بشكل شرعي، المبلغ مبالغ فيه. اللعيب ده ممكن يكون عندي يعني، ممكن اديله المبلغ دوت ويبقى عندي عادي جدا يقضي السيزون دوت والسيزون اللي بعد يبقى موجود عندي. فكان مدي شكل كده اللي هو التهديد بشياكه قوي يعني، اللي هو انت ما فيش داعي انك انت تبالغ في المبلغ قوي، لان انا كان ناقص لي سنه بس والموضوع خلص. انا بعد سنه الشرقيه الدخان في الحاله دي مش هيستفيد بانتقالك، لا لا هتبقى صفقه انتقال حر. طبعا واقتنعوا كلام الكابتن عادل، الموضوع منتهي يعني، اتغيرت بقى الارقام ووصلوا لصيغه مرضيه. جدا وصلوا لصيغه مرضيه جدا طبعا. وبعديها بيومين بالظبط كنت موجود جوه النادي الاهلي. مفاوض شاطر كابتن عادل جدا. لا جدا. طيب خلاص تمت بنجاح. الحمد لله. وتوقيع العقد. نرجع لدخولك النادي والتقائك بقى بالكم الكبير الموجود من النجوم. تعاملت مع ده ازاي في اول يوم؟ انا اول يوم طبعا انا كلمت امير كان في صداقه شخصيه، لان هو كان بيلعب في نفس المسابقه معايا، في ان هو كان بيلعب في الاهلي وانا كنت في الدخان في الفتره دي، وهو كان ساكن جنبي فيصل. فاتصلت بيه وقلت له امير انا عايز اجي معاك التمرين بكره. فامير قال لي، هو امير ما يعرفش اصلا ان انا الصفقه خلصت او ان انا ماضي للنادي الاهلي. قال لي طب تمام جميل قوي، تيجي براحتك. طب انت ما كلمتنيش ليه؟ بتيجي رايح تضيف يعني صديقه يعني. فقلت له لا، هو حصل 1-2-3. قال لي والله طب ده مبروك، انا برضو كنت سامع ان هم بيخلصوا لاعب من الدرجه الاولى، ده انت طب ازاي انا ما اعرفش كل الكلام دوت. فقلت له طب انا عايز اروح معاك بكره، لان انا عايزك انت تدخلني يعني في اوضه اللبس مع في وسط اللعيبه وكده يعني. قال لي لا 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 لا، الموضوع دوت مش زي ما انت متخيل يعني، في النادي الاهلي مفيش كلام دوت، مش هتحس. طبعا كلامه كان بالنسبه لي مش مقنع، لان انا كنت شايف نجوم كبيره في النادي الاهلي، فكان الموضوع بالنسبه لي لا يعني، هي لا هتدخلني يعني انت هتدخلني يعني. حاسس انه هيكسر الحاجز اللي موجود في دخولك النادي اول يوم، ان وجود امير معاك كصديق وجارك هيسهل عليك المهم. اكيد طبعا. اكيد طبعا، بدل ما انا هخش المفروض فهبتدي طبعا كله عايز يعرف مين متواجد، فهبتدي اقدم نفسي. فاكيد لما امير هيخش يقدم الموضوع بشكل هيبقى بشكل ظريف كده، فاهم، يرفع عنك الحرج بقى. عن الحرك في كم النجوم دي. وامير شخصيه جميله يعني، شخصيه جميله طبعا، شخصيات محترمه. طبعا شخصيات جميله جدا. فحصل ان هو دخلت طبعا، فعرفني على اللعيبه وبدا يعرفهم عليا. فانا فاكر ساعتها كان قاعد عماد، فعماد متعب قال له انت محسسني انت تعرفني على ابن خالتك. فقال له لا، استاكوزا هو يكون متواجد معانا ان شاء الله وكده. كنت قبل كده كنت دخلت جوه الاول، سلمت على الجهاز جوه، وكان متواجد كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كان متواجد. دخلت سلمت عليه، وكان مستر مانويل وكان كابتن حسام البدري، سلمت عليهم في الاول. طبعا الكابتن ثابت دايما بيبقى مش مقدمه قد ما بيعرفك انت فين يعني، هو انت اي نعم جاي عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف حجم النادي الاهلي، هو عايز يقول لك عناوين رئيسيه انه لو عايز ترتاح وتنجح مع النادي الاهلي ركز على الحاجات دي. في بلان كده، طريق كده جميل قوي هتمشي عليه. هنا بيبقى فيه هنا عندك اول نمره واحد، انت راضي عن العقد بتاعك ولسه متاح لك انك انت تحدد، انت تشوف عايز تحدد ايه في العقد بتاعك. لو انت في رغبه في اي حاجه انت ممكن تحددها دلوقتي، اختيارك. هنا عندنا احمد، مفيش هزار، مفيش في تنفيذ. النادي الاهلي هنا نادي بطولات. اتمنى لك التوفيق. اتمنى لك الاهم من التوفيق التركيز معانا، والتركيز في اللي بيوصل لك بس. فطبعا سلمته وخرجت. طبعا كانت وصلت الرساله، وكان الشكل العام لما دخلت جوه الفرقه، لا هو ده الاداء وهو ده حتى النجوم، الكل ملتزم، الكل بيشتغل في الاطار المعروف جوه، كله شغال في في, في 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 تراك واحد، محدش بيخرج عنه، واللي بيحاول يخرج عنه انت عارف. البدايات طبعا بقى داخل الملعب التزمت خلاص بكل ما كلفك بيه الكابتن ثابت البطل رحمه الله، وعرفت كل الامور الخاصه بمعايير العمل وضوابط العمل او لعب الكوره داخل النادي كلاعب محترف. بدات الامور ازاي فنيا، المنافسه مع الكم الكبير ده من النجوم، مع وجود بقى مستر مانو والكابتن حسام والجهاز كله، بدات تاخد فرصتك ازاي؟ وكانت الايام الاولى لوجودك داخل الملعب حتى في التدريبات بتقيمها ازاي؟ وكان مردود او رد فعل الجهاز الفني؟
والله بص زي ما قلت كابتن محمد في الاول، انا طبعا كنت رايح الاول في منطقه البلي ميكر اللي هي في مكان كابتن وليد صلاح الدين. طبعا كنت انا رايح بعد 6 شهور من وجود تريكا. وجود تريكا وتعاقد مع بركات في نفس الوقت اللي انا رحت فيه صعب عليا قوي ان انا العب في المنطقه دي تماما. قعدت الفتره الاولى كنت بلعب في اكتر من مركز في الماتشات الوديه. فقعدت مع كابتن حسام البدري قلت له كابتن حسام انا عايز العب، يعني انا حابب العب وانا حاسس ان انا ما بلعبش في مكاني. كابتن حسام قال لي انت شايف الاداء طبعا ابو تريكا كان في الفتره دي طبعا هو ما شاء الله لغايه لما بطل، يعني وجود بركات في المكان دوت. فبدات ادور نفسي على مكان في الديفندر. كان في الوقت دوت كان حسن وشوقي وكانوا كانوا متواجدين في منتخب مصر، المكان ده صحيح كانوا في منتخب مصر. كان الموضوع صعب. مستر منو قال الموضوع مش صعب، انت محتاج بس تاخد شويه قوه، تكورتك كويسه، لو قدرت تلعب في المكان دوت انت هتبقى متميز في المكان ده، اللي هيبقى عندك الحته الهجوميه، هيبقى عندك حته التسديد من بره ال 18. فطبعا انا خدت الكلام دوت ببص لهم، يعني انا عايز العب عليهم وفي نفس الوقت انا باخد منهم التحركات وباخد منهم الاداء. بدات تركز بيتحركوا ازاي شوقي وحسن بالظبط، وكانوا من افضل الفتره دي، كانوا من افضل الناس اللي بقوا في المكان ده، وان كان من افضل دويت وهاف ديفندرز في الدوري المصري في الموسم طبعا في الفتره دي. طبعا وبالذات شوقي، يعني هو في منطقه الديفندر دي يعني يتدرس. يعني هو شوقي وتامر عبد الحميد، انا من وجهه نظري في منطقه الديفندر دي. فطبعا اديت بالشكل اللي هو فيه الحته الدفاعيه، ازاي الميل، ازاي ان انا ابقى متواجد دايما في المنطقه اللي هي في المردود من خط الظهر، ازاي المردود من الفراوده، ازاي ابقى متواجد. كل الكلام ده خدته من تحركاتهم هم، فقدرت العب في المكان ده مع التسديد من بره ال 18. مين فيهم اللي كنت شايف انك ممكن تلعب باسلوبه اكتر، شوقي وحسن مصطفى؟ كانوا حسن كان بيتحرك زي المكوك في كل انحاء الملعب بالزبط. كان مجهوده يعني وافر جدا 90 دقيقه. شوقي كان بيلعب بثبات اكتر، تركيز اكتر على انه يقرب من المرمى، يسدد لو في فرص، بيجيب اجوان، يعني كانوا بيلعبوا بطريقتين مختلفين تماما. شايف مين فيهم الاقرب لما تلعب في المركز ده؟ انا كنت شايف ان شوقي في التحرك وفي التمركز، كنت باصص لشوقي في دي حته المجهود والضغط والبريس في الملعب، كانت حسن مصطفى كل واحد عنده ميزه. هم فعلا كل واحد فيهم كان فيه ميزه وكان بيكملوا بعض. يعني هو شوقي كان بيعمل جزئيه الميل والتغطيه، وكان شوقي دايما من مميزاته ان هو دايما في اخر الماتش مجرد ما اللاعب اللي معاه يسرح يبتدي يزيد يجيب جون بدماغه ويبتدي يزيد جوه ال 18. فكان عنده دي. حسن كان دايما حريص على ان هو يبقى واقف قافل في نص الملعب. فطبعا انا كنت باخد من ده وباخد من ده، لان ما كنتش اقدر ابقى زي ده او زي ده، لان حسن كان ما شاء الله كان فايتر قوي في الملعب، قوي وسريع وسريع الاثنين. بالظبط. نجحت في ده بدرجه قد ايه؟ يعني بدايه مشاركتك مع الفريق سواء في الدوري او بطوله افريقيا او اي بطوله شاركت فيها مع النادي الاهلي محليه او دوليه، نسبه تحقيق نجاحك في مركز جديد عليك كان رضا الجهاز الفني قد ايه؟ كان كلامهم انت بتتطور في المركز ده واكتسبت الخبره فيه خلال قد ايه؟ انا تقريبا انا قعدت اول ماتشين في الموسم، اول ما الموسم بدا قعدت اول ماتشين ما لعبتش. كانت اول مباراه، كانت ثالث مباراه، كانت مباراه المنصوره. خدت بالظبط في المباراه دي اخر ثلث ساعه. بعد كده لعبت حوالي 8 ماتشات ورا بعض بشكل اساسي، كان من ضمنهم كان طبعا مباراه الزمالك، كان من ضمنهم كانت مباريات كتير مهمه، وكان من ضمنها مباراه افريقيه. بعد كده بعد التسع ماتشات او كان تقريبا 8 ماتشات، اللي هو لان مباراه التاسعه دي كنت انا خرجت منها من الملعب. مستر مانويل ليه طريقه خرجت منها من الملعب. دي المباراه اللي مانويل جوزيه قال لك فيها بطل دريبلينج او بطل ترقيص في الملعب واحتفاظ بالكوره. تمام. عملت ايه؟ فضلت تلعب بنفس الطريقه اعتمادا على مهارتك، يعني ساعات اللعيب مهارته بتخليه يفضل ماسك الكوره كتير، وانت كنت لاعب مهاري. قول لنا اللي حصل بعدها رد فعل. والله انا كان اداء التمام مباريات كنت ملتزم جدا بالتعليمات، وكنت بعيد دايما عن الحته المهاريه وان انا اعمل دريبل بالكوره وكده. طبعا انت عارف ثقافه اللاعب المصري بقى كده، فبدات انا اخد الثقه. انا بقى لي بتاع حوالي 7 ماتشات 8 ماتشات بلعبهم، ادي مباراه اللي بتعمل اللي الجهاز عايزه بالظبط، حارم نفسك بقى من الحاجات اللي بتمتعك كلاعب. طبعا يعني المركز ديفندر مسؤول جدا في الباص،
مسؤول جدا في الدريبل، مش مطلوب ان انت تعمل حاجه زياده، انت تحت ضغط على طول. يعني انت المركز الوحيد اللي في الملعب ان بيتضغط عليك من كل الاتجاهات، يعني ممكن فيرود ياخد خطوتين فهو يبقى في ظهرك، ممكن هافي يضم لجوه فتحصل لك مشكله. لازم في المركز ده تلعب زي الالمان بسرعه. فطبعا مبدا بسرعه ده ما بيديكش احساس بالمتعه، خاصه انك انت عندك مهارات، عندك حاجات عايز توريها للجمهور من وقت انتقالك للاهلي لسه ما عملتهاش. بس ممنوع بحكم المركز اللي انا بلعب فيه طبعا. فانا فاكر طبعا كان مستر مانويل كل شويه يقوم استاكوزا تو تاتش، فانا ببص له فاهم يعني ما بتكلم ايه، فببص له بصت يعني بظروف الموقف، يعني لو الموقف تو تاتش، لو وان تاتش هعمل كده، يعني لمسه واحده هعمل كده. فطبعا دريبل في لفه، فراح وقف طبعا على التراك، طبعا عمل حركه كده، فطبعا الناس طبعا ضحكت، فقعد يقول لي راوند اند راوند، وقعد يلف حوالين نفسه وهو بيكلمني ان انا بمسك الكوره، يعني بلف كتير. وبعدين مفيش حوالي 8 دقائق بعد اللفه الجميله دي لقيت نفسي بره. عايز اقول لك ان هو عمل لك كده بعدها، قال لك كده، قال لي فانتاستيك، برافو يعني. قال لي فانتاستيك استاكوزا تشينج استاكوزا، وراح مخرجني على طول. طبعا انا فانتاستيك دي كنت بدات احس ان هو ممكن يكون راضي عني شويه، فاتفاجئت طبعا ان في تسخين ما لحقتش، ولقيت نفسي قاعد بره. ف اتعلمت الدرس. طيب هل اثر عليك في ثقه مستر مانويل في التزامك بالتاكتكس اللي مطلوبه منك كلاعب في الملعب والجهاز الفني بيكلفك بيه، ولا ده خلاك تركز اكتر وخدت فرصه، ولا بعدك شويه عن حساباته الموقف ده؟ هو الموقف دوت على قد انا ما خدت منه وتعلمت منه، ولكن بعدت كتير بحكم ان كان اللعيبه اللي كانت متواجده، او كم النجوم اللي هي كانت متواجده، او اللعيبه اللي انا بلعب في مراكزها، هو انا مجرد ما هعمل كده هو هيبقى متواجد، هو خلاص جاهز غيرك كتير في الملعب، المنافسه صعبه. واللي دخل ما اداش فرصه بقى، خلاص فرصة. بالظبط، هو كان بيعمل ايه غلط؟ واحد طب انا ما يعني انت تعترف ان الموقف ده ضرك في مشوارك مع الاهلي، اثر على مشوارك شويه مع الاهلي؟ اثر على مشواري بصفه عامه طبعا. طبعا، لان كان انا برضو برجع بقول هي بترجع لثقافه اللعيب. يعني هي النهارده انك انت لعيب توصل لمرحله انك انت تاخد الثقه، فتبدا تعمل اللي يبسطك وتبعد شويه عن الـ 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 الامور اللي هي واخدها انت في المركز تعليمات. فتبعد عن الحاجه دي يعني مشكله النادي الاهلي، انا على طول راكب مباراه، انا على طول فارق سكور، فدوت دايما مخليني عايز ازيد، يعني في ارتياحيه، يعني ايه اللي هيحصل؟ هترد الكوره، احنا خط الظهر كان واقف قوي جدا وفارض نفسه في مادي النحاس ووراه حسام الحضري، هيحصل ايه؟ لكن هو طبعا كان مبدا مستر مانويل، لا احنا بننفذ، لا دايما كل مباراه احنا عايزين نبقى زي الهدف اللي قدامنا على الشاشه يا كابتن احمد. بس دوت حدودي، اخر حدودي ال 18. فانا كنت بحاول يعني طب على الاقل شوت. طيب خلينا نشوف راي واحد من زملاء استاكوزا اللي كان زميله في الملعب، وكان كمان بيتميز في اكتر من مركز، منها مركز الوسط المدافع، وكان عنده قدرات كمان ونزعه هجوميه في بعض الفترات في المباراه. الكابتن عبد الله فاروق، مساء الخير يا كابتن عبد الله. اخيرا عامل اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار. ربنا يخليك، انا اسعد والله، ربنا يبارك. سلم على استاكوزا الاول، وقول لنا رايك في زمالته وعلاقتك بيه داخل صفوف النادي الاهلي، داخل الملعب في المباريات، كلاعب محترف في النادي الاهلي، وعلى المستوى الانساني كصديق. لو مش عايز يسلم اختياره يعني. لا مش كصديق، ده كاخ كبير. يعني كابتن احمد حسن ده يعني مش قادر اقول لك من اكتر يعني من اقرب الناس ليا في مجال الكوره، وانا لسه طالع في ناشئين كان هو اللي بيقف جنبنا، كان بيقف جنبي وبيساعدني على طول، يتكلم معايا على طول، نصايح على طول، حاجات كتير قوي استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير جدا. فيعني مش قادر اقول لك اللي هو زميل، لا ده اخ كبير فعلا فعلا. حتى في بدايه شغلي لما بطلت كوره وبدات اشتغل في التدريب، كان برضه هو اللي واقف جنبي، اشتغلت معاه في دجله، كان على طول نصايح، كان على طول كلام معايا، على طول يقول لي عبد الله اعمل، عبد الله سوي، عبد الله اتكلم، عبد الله. فكان يعني ليه حاجات كتير معايا بصراحه انا مش قادر انساها يعني. طب في تشابه في اسلوب اللعب شويه بينك وبينه؟ في ايه؟ في تشابه في ستايلك كلاعب واسلوبه هو كمان في الملعب، قدراته سواء في الدفاع او الهجوم، او طريقتك في الملعب بشكل عام؟ لا كابتن احمد يفوق كتير عن احمد، يعني ما شاء الله، يعني هو يعني في الناحيه الدفاعيه ممكن نبقى شبه بعض شويه، لكن في الناحيه الهجوميه وفي الفنيات لا هو اعلى كتير ما شاء الله. يعني ده تواضع عبد الله، ده تواضع عبد الله.
لا 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 والله جد. لا والله خالص ده يعني دي حقيقه فعلا والله يعني انت ما شاء الله فنيا عالي جدا مهاريا عالي جدا ما شاء الله. الواحد لما كان بيتزنق في الملعب كان بيسلم الكره لكابتن احمد استاكوزا هو بيتصرف يعني لما كان اي حد مزنوق في الملعب بيتصرف هو يديله الكره هو بيتصرف ما شاء الله يعني عنده الحته دي عاليه جدا ما شاء الله. طيب الامور ماشيه كويس في وادي دجله يعني شايف ان التجربه ان شاء الله متفائل بالنسبه لكابتن احمد حسن انه هيحقق رصيد كويس في عالم التدريب وهيحقق قدر كافي ان شاء الله من النجاح في مشواره مع اكاديميه وادي دجله؟ لا هو ما شاء الله يعني هو يعني ما شاء الله الناس كلها هناك بتحبه وهو يعني معلم مع الناس كلها عامل حاجه كويسه جدا ماشي بطريقه محترمه جدا بيتعامل مع الناس كلها باحترام وبادب وفي وقت الشغل عنده ما فيش هزار يعني احنا بره الملعب بره الشغل بره حاجه لا بنعمل حاجه هزار وضحك وبنقلب الدنيا لكن في الوقت الشغل ما عندوش ما بيحبش الهزار ما بيحبش يعني ما حدش ياثر في شغله اهم حاجه الواحد في شغله مهما كان صاحبه او اي حاجه او اقرب ناس ليه ما بيهزرش طالما في الشغل ما بيحبش يهزر ما بيحبش يتكلم يعني لما بيلاقيني مثلا لما كنت بقى في الملعب بضحك ولا حاجه يقول لي لا ركز في شغلك اتكلم مع الناس ما بيحبش الهزار في شغله فهو يعني انا من وجهه نظري انا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره جدا في المجال اللي هو فيه ان شاء الله. فاكر مواقف او مباراه معينه شايف فيها انك يا كابتن عبد الله مع الكابتن احمد كنتوا فيها في التوب فورم في احسن حالاتكم مباراه ما بتنساهاش ابدا؟ والله بص يعني الكلام ده من كتير وانا مش فاكر قوي بس حاول بس اعتقد ان يعني كنت احمد على طول في التوب فورم بتاعته يعني انا ما شفتلوش ماتش نزل فيه لكن هو على طول ما شاء الله في التوب فورم بيبقى مركز جدا بيبقى مركز يعمل حاجه كويسه. عبد الله حبيبي بيحبني قوي تيجي من ان هو يجي من شارع الدخان للنادي الاهلي بيلعب اساسي على اثنين كانوا بيلعبوا منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا يعني دي تبين لك ان هو بيركز وعارف هو عايز ايه وعايز يوصل للهدف بتاعه فبيوصل له. بشكرك جدا على المشاركه معنا في الحوار لاعب النادي الاهلي السابق الكابتن عبد الله فاروق بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الله تعليقك على الكلام الجميل يا عبد الله والله قال كلام كتير يعني بس عبد الله كان مبالغ شويه بس هو الشخصيات المحترمه وهو كان شغله كويس ودوت هو دلوقتي موجود في قطاع النادي الاهلي وده اكيد من شغله كان متواجد معايا قاعد معايا ما كملش السيزون معانا في وادي دجله شغله كويس فنيا كويس انا بحبه عبد الله من واحنا موجودين في النادي الاهلي كان بيتصاعد معانا من اللعيبه المحترمه جدا وكانت امكانياته كويسه جدا طبعا لولا الاصابه فاتمنى له ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه والتوفيق ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله. افضل فتراتك في الملعب مع الاهلي سواء في اي مشاركات شاركت فيها سواء في البطوله الافريقيه حصلت على اكثر من نسخه للبطوله الافريقيه واكثر من لقب مع النادي الاهلي بطولات الدوري اللي حققتها مع الاهلي المشاركه بالمركز الثالث في كاس العالم للانديه ايه الفتره الافضل والاغنى فنيا في حياتك كلاعب؟ هي الفتره الافضل انا زي ما قلت لحضرتك كابتن كانت البدايه مع النادي الاهلي في الثمان او تسع مباريات اللي هم كانوا في البدايه دي كنت انا واصل لاعلى حاجه في 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 المستوى كان من ضمن الفتره ديت كانت مباراه الزمالك اللي هو كان مباراه 4-2 كانت مفاجاه بالنسبه لي ان انا ابدا المباراه دي لان دايما متعودين ان في المباريات اللي هي مباراه القمه دايما يلعب اللعيب اللي لعب قبل كده مباراه زي دي اللي عنده خبرات اهلي وعنده خبرات زي دي انا المباراه دي طبعا كان متواجد شوقي وحسن وكان طبعا مستر مارلو كان عايز يقفل نص الملعب تماما كان جبهه الشمال دايما في الزمالك كانت جبهه حره وكان كل الانطلاقات ناحيه الشمال لان كان عندهم لعيبه كتير قوي مميزين ناحيه الشمال طارق السعيد شيكابالا كان في مجموعه كبيره قوي مستر مانويل في المباراه دي فكر بشكل تاني هو فكر بان دايما الجبهه القويه بتدافع عليها فهو قرر ان هو يهاجم الجبهه ديت بان هو لعب في الماتش دوت محمد بركات ناحيه اليمين باك رايت ولعبني انا فوقيه بهاجم من فوقيه وكانت ديت كانت مفاجاه المباراه ان انا العب في المركز دوت اديت مباراه كويسه كنت مبسوط طبعا بالمباراه وبالاجواء وبالجو ونتيجه المباراه طبعا كانت نتيجه 4-2 كانت طبعا نتيجه كبيره في الوقت دوت كانت اول مباراه بعد ما
مستر ومتواجد مستر مانويل وفي ظل التشكيل الكوكب الكبير بعد فتره دي. كمان تعادلات او تفوق للزمالك سبقت المباراه دي، سبقت مباراه 4-2. في فتره قبلها كان دايما النتائج فيها حاله تعادل او ما فيهاش التفوق المعروف للاهلي في لقاءات القمه، فالمباراه دي كانت من نقاط الانطلاق مره تانية للاهلي. هي كانت كانت انطلاق، لان كمان كان التشكيل وكانت المجموعه اللي كانت موجوده كانت مجموعه مش طبيعيه. احنا في الفتره ديت يمكن احنا كلاعيبه كنا بنتكلم مع بعض ان اللي يقعد بره كبديل ده بطل، يعني اللي يقدر يخش ال 18 في ظل كم النجوم ديت كان بطل. فطبعا كانت البدايه حظ وحش للزمالك، كانت في الفتره دي فعلا في ظل تواجد كم الكبير ده من النجوم. احنا المباراه دي انا فاكر احنا اداء المباراه نفسه وهو ماشي انت مش حاسس بجو المباراه اللي هو فيه نديه، مع احترامي طبعا نادي الزمالك طبعا، وكان مع احترامي الاجواء اللي كانت موجوده والجماهير، انت بتأدي بمنتهى الارتياحيه. انت المباراه كان هيبقى السكور اعلى من كده. حتى في المباراه دي على ما اتذكر كان مدرجات الاهلي ممتلئه بشكل كبير جدا، كان الجمهور واضح انه اكتر كمان في المباراه. يا كابتن، هو جمهور النادي الاهلي على طول في مباريات بنفتكرها في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك بيبقى واضح فيها ان في جمهور الاهلي باين انه اكتر قوي في المباراه دي، بتبان في شكل المدرجات، في عدد المقاعد الموجوده الفاضيه سواء في الجمهور ده او ده، في حاجات كده بتبان على الشاشه كمان لو بتتابع من شاشه التلفزيون بتبقى باينه جدا. المباراه دي كانت من المباريات اللي واضح ان مفيش مقعد واحد فاضي في ناحيه جماهير الاهلي خالص، كانت مليانه عن اخرها. جماهير النادي الاهلي عندها ثقافه وعندها حب للنادي الاهلي وعندها انتماء، عارفه امتى تساند وعارفه اهميه المباراه، فبتلاقي دايما العدد حسب اهميه المباراه، بتلاقي الصوت حسب اهميه المباراه، الجماهير حتى الهتاف بيحصل في الوقت اللي انت محتاج يتقال ايه دلوقتي. لكن احنا عمرنا ما شفنا، انا جماهير النادي الاهلي كنا بنلاقيهم معانا في ادغال افريقيا، انا عمري ما شفت كده. يعني انا الجماهير دايما ممكن تبقى متواجده في مباراه مثلا في شمال افريقيا، متواجده مثلا في كينيا، لكن ان احنا نخش جوه في اوغندا فتلاقي معاك جماهير جايه معاك في الطياره، انا ما شفتش جماهير كده بصراحه. طيب قيمت الفتره اللي بعد المباراه دي ازاي؟ هل شفت انك خلاص بقيت بتحصل على ثقه الجهاز الفني ولكن على فترات متباعده، ولا في فتره بتشعر فيها او بتتذكر فيها انك بقيت من الاساسيين العناصر اللي ما يتمش الاستغناء عنها من ال11 الابداع والمباريات، ولا كانت الامور متغيره؟ في الفتره الاولى اللي هي في فتره اللي هي الاول بعد التعاقد 8-9، لا بعد التعاقد على طول، انا كنت في ظل كم النجوم اللي كانت متواجده دي كنت مستبعد تماما ان انا العب. لما بدات بلعب وعندي اصرار، بعد ما بدات اشارك طبعا ثقة انك انت تلعب في النادي الاهلي بتشيرت النادي الاهلي، ثقة انك انت تقدم اوراق اعتمادك للجماهير، انك انت يتردد اسمك، انك انت تبقى متواجد بصفة رئيسية، وان كانت دي هي اللي خلتني ان انا ابتدي العب بارتياحية زيادة عن اللزوم، وان انا برضو مستر مانويل يتعامل معايا بالشكل اللي هو اتعامل معايا بيه ده، دي طبعا كانت مدياني ثقة، وكنت حاسس ان انا خلاص انا متواجد هنا فانا مش هخرج من دي. لكن بقيت من نجوم الفريق خلاص، بقيت من نجوم الفريق مش بالشكل اللي هو نجوم الفريق، يعني كان النجوم في الوقت ده كانت كتير قوي، كانت كوكبه رهيبه، بس خلاص يعني حصلت على الثقه، بدات تبقى واحد من الاعمده الاساسيه في الفريق. لكن ممكن نرجع للكابتن ثابت، ان في حاجات ما تنفذتش من الكلام. هنرجع نكمل كلامنا وايه اللي قاله الكابتن ثابت البطل في اول لقاء معاك رحمه الله ولم تلتزم بيه، فده اثر على مشوارك. هناخد اعترافات كتير النهارده. خلونا نتوقف مع حضراتكم مع الكابتن احمد حسن استاكوزا مع هذا الفاصل، ونعود لاستكمال الحوار. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ونجدد الترحيب بنجمنا النهارده نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد حسن استاكوزا. اهلا بيك مره ثانيه كابتن. اهلا بيك كابتن. انا عاجبني صراحتك، لان واضح ان ده بيعكس شخصيه فيها ثقه بالنفس وفيها ثقافه اكتسبتها من خبراتك، لان عاده اللعيب اللي ما بيشاركش بالقدر المناسب لموهبته او ما بيحصلش على فرصته زي ما كان متخيلها وقت انتقاله النادي بحجم النادي الاهلي دايما بيقول انا اتظلمت، كان في مجاملات، او كنت ما كنتش قريب من الجهاز الفني على المستوى الانساني، او دي حاجات فيها الكيمياء والكاريزما وفيها العلاقات الاجتماعيه وانا لا اجدها. يعني من الحالات القليله قوي اللي شفت نجم لاعب محترف سابق بيقول انا كان عندي اخطاء او انا قصرت وده اثر سلبا على فرصي في المشاركه. دي حاجه انا بحييك عليها مبدئيا. كنت بتتكلم قبل الفاصل، خليك تعترف اكتر دلوقتي. كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان كلفك بحاجات كتير قوي، قال لك دي العناوين الرئيسيه لنجاحك
وبقائك داخل النادي الاهلي وانك ما التزمتش ببعضها. زي ايه؟ اللي هو التزام بالتعليمات في المركز اللي انت تلعب فيه. ملوش المركز اللي انت تلعب فيه ملوش علاقة بامكانياتك. انت امكانياتك لو انت امكانياتك 50% انت مطلوب من المركز اللي انت تلعب فيه ده 30%، طلع لي 30% بس ما تطلعش حاجة، مش محتاجين ال 20%. ما تشغلش انت في المنطقة اللي هي اللي هتخرجك عن النص. انا طبعا ما كانش عندي حتة الالتزام قوي بحكم ان انا كنت بميل دايما ان انا ازيد او بميل دايما ان انا اشوط على الجون وكده. فطبعا دي اللي بعدتني. وحتة الرجوع في النادي الاهلي كان دايما مستر مانويل حتى كان ما بيجي يتكلم في الجزئيات دي بيقول مش شرط عشان تبعد اصابة، او مش شرط عشان تبعد انك انت مثلا واخد انذارين. خليك حريص جدا على مكانك، لان في ظل الاصابة او في ظل انك انت في واخد انذارين او بعيد عن الملعب، اللعيب اللي هيخش مكانك مش معنى ان انت رجعت ان هو يخرج من الملعب. هو ادى، هو متواجد، وانت تستنى فرصتك زي ما هو استنى فرصته. الكلام ده طبعا اتطبع معايا انا بشكل جميل قوي، لان كان اللي دخل مكانك الفرصه استمر. لا اللي دخل ما خرجش، بس كان عنده قناعات ببعض اللاعبين حتى في حاله غيابهم للاصابه والانذار. يعني كان نجمنا رامي عادل معانا في حلقه من الحلقات قال انه لعب مباراه مكان النجم احمد السيد، كان احمد السيد مصاب او عنده انذارين، وقال انه مانويل جوزيه بعد المباراه قال افضل واحد النهارده ادى المطلوب. كانت مباراه خارج ملعبنا مع منافس افريقي في البطوله الافريقيه. قال النهارده اللي 100% اداؤه متميز والتزم بكل المطلوب منه رقم واحد في الفريق رامي عادل. تمام. وقال المباراه اللي بعدها انا رجعت احتياطي، فسالته قال له لا انا عندي التصنيف دلوقتي بعتمد بصفه اساسيه مثلا على جمعه مثلا واحمد السيد النحاس واحمد السيد، يعني مش متذكر مين غير احمد السيد اللي كان في المباراه دي كاساسي، كان شادي بس هي الامور او شادي. فالامور بتتغير من لاعب للاعب، ومن حسابات المدرب احيانا بتختلف فيها اللي بتقوله ده، وساعات بيبص لانه اللي راجع لي ده هيرجع يشارك على طول، هو اساسي عنده. هو ممكن يكون انت ادائك كلاعب بالنسبه لمستواك او بالنسبه للفنيات اللي عندك هو اداء عالي جدا كمان، لكن ما يناسبش طريقتي انا كمدرب. يعني انا كطريقتي كمدرب، يعني مثلا رامي مميز بالتسديد قوي، بيسدد وبيسدد برجلين الاثنين، لكن في مباريات انا ببقى بلعبها مفيش المساحه ان عندي الباك يزيد في المنطقه دي. عايز الباك اللي هو عنده حته الالتزام اكتر شويه. المباراه دي محتاجه ده، محتاج اللي عنده الشكل الدفاعي اكتر. انا فاكر كان في مباراه كنا بنلعب، كان عندنا مباراه ام بي في المقاولين، ارضيه الملعب ما كانتش كويسه. انا كنت بلعب في الفتره دي بشكل اساسي، فطبعا مستر مانويل كان بيتكلم ان وهو بيتكلم في المحاضره بتاعه المباراه قال احنا وصلنا الفتره اللي فاتت لاعلى تشكيل في تاريخ النادي الاهلي، احنا كنا ماشيين بمكاسب بسكور كل المباريات، ولكن النهارده هيبقى فيه تغيير فني. التغيير ده راجع لنوعيه ارضيه الملعب، محتاج اللعيب اللي هو عنده الاشتراكات والالتحامات اكتر من اللعيب اللي هو عنده الفنيات فكان العالية. مش محتاج هو الجانب الجمالي قوي في المباراه دي بالظبط، لان ارضيه الملعب حتى مش هتساعد قوي. فكان في المباراه دي، انا فاكر في المباراه دي ان انا قعدت الشوط الاولاني ولعب حسن مصطفى، لان هو كان محتاج لعيب عنده حته الاشتراكات، لان كان في الفتره دي كان انبي مميز بنص الملعب، صاروخ وسمير صبري كانت المجموعه، وهاني عبد الله كان عنده مجموعه مهاريه جدا وسرعة. فهو كان حابب في المباراه دي ان هو يلعب. مش معنى كده ان ده افضل او ده افضل، هي كل مباراه ده الانسب للمباراه دي، ده الانسب للطريقه. ببساطه عايز تقول ان لاعب النادي الاهلي اللي عايز ينجح في النادي الاهلي لازم يبقى متفهم وجهه نظر الجهاز الفني طول الوقت بالظبط، كل مباراه في شكل الاداء، في طريقه الاداء، في طريقه المركز نفسه مع المنافس ده اللي ممكن تتغير حتى في المباراه الواحده. بص يا كابتن محمد، مش من الطبيعي في نادي او في فريق كبير زي النادي الاهلي بكم البطولات وبالاسم دوت ان هو يكون بيجامل او بيجي على حساب مثلا الفريق او بيجي على حساب نفسه ونتائجه، لا يمكن مش هيحقق النجاح ده كله بالظبط. لكن هو دايما بيلعب الافضل او بيلعب اللعيب اللي هو يناسب المباراه دي او يناسب طريقه اللعب دي، لكن كله في الاخر بيصب المكسب، كله بيصب في الاخر لتاريخ النادي الاهلي. المدرب في النادي الاهلي مش مجرد مدرب متواجد بيعمل اللي هو عايزه، هو انت بتعمل اللي انت عايزه، ودي بتبقى اساس مجلس الاداره. انت واخد مساحتك، يعني انت واخد مساحتك ومتشاف. طول ما هو ادائك ماشي في يحقق اللي مطلوب وفقا للسياسات، يحقق المطلوب، احنا كل في الدعم في ظهرك وكلنا في ظهرك. والاداء طبعا، يعني يمكن انا كان من ضمن كلامي كان على الكابتن حسام البدري، كان جه في وقت معين كابتن حسام البدري كان حقق ما شاء الله اللي هو البطولات الموسم اللي فات، كمان الموسم اللي فات لك تصريح اتكلمت وقلت ان نجاح النادي اداريا واستقراره وقدرات اللاعبين الفنيه ساهمت او ادت الى النجاح اللي محققه الكابتن حسام البدري. بالظبط، انا ما اتذكر يعني. بالظبط كده، اللي هو نفس الكلام اللي بكلم حضرتك فيه دلوقتي كابتن، هو ان انا بدي لك المساحه، انا ما بتدخلش في شغلك، انا بوفر لك كل اللي انت عايزه،
في سبيل في الاخر ان انا شايف انك انت ماشي صح. كابتن حسام البدري كان جات فتره بدا يبقى فيه هجوم شويه من الاعلام، ده دايما كان احنا متعودين عليه في مصر، ان دايما يبقى فيه مردود على مجلس الاداره. لازم مجلس الاداره يبقى فيه موقف، لازم يبقى مركز مجلس الاداره بيشاور ان احنا بنفكر التعاقد مع مدرب اجنبي جديد. الكلام ده احنا مش شفناهوش خالص، بالعكس لقيناه في ظهر كابتن حسام. لا احنا بندي لك الثقه، لا احنا عارفين ان انت ماشي كويس، عارفين الشكل العام لطريقه الاداء كان يمكن كان بيبقى الاداء كويس عكس اللي موجود دلوقتي. لا قصدك مع بدايه تولي كابتن الخطيب ومجلسه المسؤوليه بالظبط، كانت فعلا الفتره اللي كان فيها انتقادات كابتن حسام فعلا، كان نزيف نقاط النادي الاهلي يبعد عن الشكل الادائي بالظبط كده. ولكن احنا لقينا ان مجلس اداره النادي احنا بندي ثقه، احنا بندعم، وفي وقت قصير لقينا النادي الاهلي راجع للوضع المظبوط، حتى شكل الاداء مش النتائج بس، شكل الاداء اختلف. ازاره اللي كان بعيد عن التهديف بدا يهدف، الشكل العام بدا يبقى الشكل كويس. ليه؟ لان هو ده النادي الاهلي، هي دي طبيعه النادي الاهلي، هي دي سياسه النادي الاهلي. فمش من الطبيعي ان ممكن مدرب بشكل فردي ياخد ما بيحبش لاعب فمش هلعبه، او ادائك مش عاجبني، لا هو ادائك مش مناسب ليا ماشي اوكي، يعني ده 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 طبيعي في النادي الاهلي. لو ادائك مش مناسب الطريقه اللي انا بلعب بيها، لكن ادائك مش عاجبني ده لا مش موجود في النادي الاهلي. بعد النجاح الكبير اللي حققته مع النادي الاهلي ومع زملائك النجوم الكبار اللي كانوا موجودين هذا الجيل مع الجهاز الفني طبعا بقياده مانويل جوزيه، حققت عدد من البطولات، مركز ثالث في كاس العالم للأندية، عدد من البطولات الأفريقية، وأيضا عدد من البطولات في المسابقات المحلية، بطولات دوري وكاس مصر. أنهيت مشوارك كلاعب محترف مع النادي الأهلي، عايزين نقيم سريعا الجزء المتبقي من مشوارك كلاعب قبل الاعتزال. كان لك أكتر من تجربة منها الترسانة. كان طبعا أنا بعد النادي الأهلي رحت نادي الاتحاد، لعبت موسم في نادي الاتحاد، بعد ما لعبت موسم في نادي الاتحاد رحت نادي الترسانة، لعبت موسم في نادي الترسانة. بس كان طبعا السنة دي كانت نادي الترسانة كان بيهبط، كان المفروض إن أنا في نهاية السيزون كنت خلاص موجود في الإنتاج، لكن طبعا ما حصلش نصيب، لأن أنا اخر مباراه تقريبا كان حصلت لي اصابه قطع في الرباط، فبالتالي كنت مضطر ان انا انزل مع النادي الترسانه درجه اولى عشان تستنى بقى تنهي برنامجك العلاجي وترجع، عشان ما هو كان مش من طبيعي ان نادي الانتاج كان هيكمل التعاقد معايا وانا جاي برباط صليبي، بمعنى ان انا جاي برباط فتره طويله على الاقل، يعني هبدا في نص الدور الثاني، فطبعا مفيش نادي هيتعاقد بالشكل دوت. فقعدت مع النادي الترسانه وبعدين لعبت السيزون اللي بعديه، لان انا السيزون الاولاني ما لحقتوش في الدرجه الاولى، بدا مضغوط فما لحقتوش، فدخلت معاهم في السيزون الثاني. فطبعا في السيزون الثالث طبعا قررت ان كنت خلاص كفايه. طبعا ليه بقى؟ بدنيا حسيت انك مش قادر تتحرك في الملعب، او مش بنفس قدراتك على الحركه والعطاء في الملعب، ولا اكتفيت؟ حسيت ان انا حققت خلاص اللي انا عايزه كلاعب، وانه دلوقتي مش هيبقى فيه اضافه لمشواري؟ هو الموضوع ببساطه، او انت لو جيت بصيت هتلاقي كيرف نزول جامد قوي، يعني من نادي الاهلي لنادي الاتحاد ما بعتبرش وما بقلش من نادي الاتحاد، لكن طبعا تقييما بالنادي الاهلي طبعا في نزلت سنه. بعد كده انتقالي للنادي الترسانه، الاصابه بعد كده، ولعب في الدرجه الاولى مع ارضيه الملعب اقل بقى كتير من طموحاتك او من اللي كنت حققته. انت في نزول انت كده بتنزل، فحسيت ان خلاص مفيش جديد. حسيت طبعا ان كده كفايه، وطبيعه الملاعب كانت صعبه قوي في الدرجه الاولى، في ظل انك انت راجع من اصابه اصابه صليبي، فانت على طول كمان خايف على نفسك طول الوقت من ارضيات الملعب، ارضيه الملعب وطبيعه اللعب وطبيعه التحكيم شويه، يعني طبيعه التحكيم في الدرجه الاولى الضوابط والتركيز عليه اقل كتير قوي من ممتاز، ففي تجاوزات كتير بتحصل. طبعا، ونص الملعب ده طبعا انت عارف دي ميدان معركه، فدايما كانت الالتحامات بتبقى قويه، فببعد عن الملعب كتير بحكم طبيعه ارضيه الملعب شويه خشونه كده. فطبعا لا قررت ان انا كده كفايه كده كويسه. طيب اخترت مشوار التدريب، ودلوقتي بتقوم بمهمه كبيره ومهمه ان شاء الله تكون موفق فيها، نائب مدير اكاديميات نادي وادي دجله. تمام. شايف تجربتك ازاي، وسعيد بمشوارك كمدرب او بانطلاقتك كمدرب، وهتستمر في المجال ده؟ والله انا مبسوط بيها كبدايه، هي طبعا هي بدايه بتديك خلفيه عن الشكل التدريبي او شكل ازاي تتعامل مع البراعم، وطبعا اي حاجه بتبدا الاول من تحت. طبعا وادي دجله مؤسسه محترمه جدا في التعامل مع البراعم بالذات، يمكن هي بقت متميزه جدا في المنطقه دي. الشغل فيها طبعا شغل ممتع، سيستم محترم، وانا يمكن من يعني خروج من النادي الاهلي للتعامل مع سيستم تاني قريب من النادي الاهلي بتبقى مرتاح، عارف تتعامل معاه. وادي دجله مؤسسه عندها عوامل نجاح كمان. بالظبط، فدوت يمكن عامل روح كويسه وفي التعامل هناك. في متواجد تواجد كتير لعيبه من لعيبه النادي الاهلي كمان، هتلاقيهم بيعاملوك في تقدير حتى ادبي،
لتاريخك مع النادي الاهلي وكان نجم جاي من النادي الاهلي حقق بطولات مع الاهلي ده. وادي دجله يعرف يقدر اللاعب اللي عنده السي في ده, يعرف يتعامل معاه بالشكل حتى ادبيا المناسب. بالظبط, لان طبعا في الاول وفي الاخر هو الموضوع واخد شكل التسويقي شويه وشكل طبعا عشان خاطر انت اكاديميه كبيره بتتعامل مع براعم, فاكيد لازم تبقى مقنع لولي الامر هو مين المشرف, هو مين الموجود, هو مين اللي بيتعامل مع الاولاد دي. فطبعا اسماء لارتباطك باسم كبير زي النادي الاهلي اكيد دي بتدي شكل كبير. استغلال نادي وادي دجله الجزئيه زي دي طبعا دي حاجه تتحسب له, بس تتحسب في الاول طبعا للنادي الاهلي لان الموضوع مش مادي. يعني هو الفكره كلها مش فكره ماديه, لا انت وجودك في النادي الاهلي اضافه ليك كاسم, اضافه ليك كتاريخ, اضافه ولاد النادي الاهلي حاليا مطلوبين في كل مكان. بالظبط, سواء داخل الملعب او بعد اعتزالهم بنشوف تجارب ناجحه كتير قوي انطلاقا من قيمتهم والفتره اللي نجحوا فيها داخل النادي الاهلي. بالظبط, يعني هم دايما بتبقى الانديه بيبقى طالب منك اللي انت خدته من النادي الاهلي اديني, ولو حتى الجزء اللي انت واخده من النادي الاهلي من الالتزام, من دايما بتبقى حاطط للعيب بتاعك على طول دوافع, يعني على طول دايما في دافع. النادي الاهلي هو اللي مخلي النادي الاهلي مكمل على طول كده, ان هو على طول في عنده دافع, على طول في عنده عندي الحاجات اللي انا بحفزك بيها. بتاخد بطوله مش النهايه, ده البطوله دي نقله, انت بتاخد بطوله الدوري عشان خاطر هتلعب افريقيا, انت دخلت تصفيات افريقيا عشان تاخد البطوله, خدت البطوله عشان كاس العالم, ادائك في كاس العالم حابب ان يكون ليك اداء, حابب ان انت يكون ليك شكل. فدايما الدافع دوت او دايما السياسه في حافز للاعبين, دايما الحافز دوت اي نادي بيبقى بيعمل فكره جديده او شغل جديد حابب ان الفكره دي تكون موجوده عنده, فبياخد حد اتعامل او احتك مع المؤسسه دي مع حته الاسم اللي هو عمله لك النادي دي اكيد بيستفاد فيه. يعني مستقر حاليا نفسيا, سعيد بتجربتك مع وادي دجله وشايف انها بدايه جيده لك في عالم التدريب. طبعا على المدى الطويل تتمنى تفضل مع البراعم والاكاديميات وقطاعات الناشئين حتى لو بقيت اسم لامع فيها, ولا تتمنى اشوفك في الدوري الممتاز مع فريق في جهاز فني كمدرب عام ولاحقا ان شاء الله مدير فني؟ اتمنى طبعا, لا طبعا هي زي ما قلت لك هي مرحله, اتمنى طبعا ان انا طبعا اكون موجود, لانك حابب انك تبتدي تتعامل مع لعيبه بتنفذ تكتيك او الشغل اللي انت المفروض انك انت الدورات اللي انت خدتها دي, غير التعامل مع البراعم. اكيد حته انك انت تتعامل مع لاعب بيأدي جمله, بيأدي شكل خطط طبعا دوت, حابب جدا ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه, فاتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اعمل كده. موفق في مهمتك ان شاء الله يا كابتن احمد. عندنا ملفات تانية عايزين نتكلم فيها طبعا بعد ما اتكلمنا باستفاضه عن مشوارك كلاعب داخل وخارج النادي الاهلي. عايزين نتكلم شويه عن فريقنا الجيل الحالي من النجوم في النادي الاهلي وجهازهم الفني بقياده باتريس كارتيرون. شايف ازاي مستوى الفريق مع انطلاقه الموسم ده على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي؟ والله انا شايف على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي هي في جزئيه واحده هي رضياني جدا وهي نتائج. اما حته المستوى والمستوى الفني فانا شايف ان انا صعب ان انا احكم على المستوى الفني دلوقتي او احكم على طريقه لعب. يعني انا النهارده عشان اطلب احكم على طريقه لعب لمدرب هو اصلا ما ثبتش تشكيل دي صعبه قوي, لان انا النهارده تقريبا في 4 اسابيع انا لاعب بفرقتين. يعني معنى كده ان انا ما وصلتش لتثبيت تشكيل. شايف ان كارتيرون لسه في مرحله بدرجه ما تجريبيه له هو عشان يوصل لافضل شكل للفريق. اكيد طبعا, لكن هو طبعا مش هقدر اقول ان هو ما هو حظه صعب شويه ان انت النهارده تيجي طبعا انت شايف كان وضع ازاي في المجموعه في افريقيا, انك انت تحسن من الوضع دوت. انت طالب مني نتائج وفي نفس الوقت طالب مني اداء. الماتشات مضغوطة, افضل يعني اوصل بسرعه لافضل شكل للفريق وانه يعرف عن قرب قدرات كل اللاعبين واستغلال بالشكل الامثل وهو بيكسب وهو بالزبط. على مستوى النتائج ما بيتراجعش وده صعب. دي بس صعب. هو الحاجه الوحيده اللي هو عارف ان جماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عنها هو مبدئيا المكسب. اما حته الاداء دي فاحنا مع بعض الوقت, وطول ما في مكسب طول ما انت عندك الوقت تعمل اي حاجه وهيبقى في ارتحاف انك انت تتعامل. لكن لو ما كانش في مكسب كانت الدنيا هتبقى مختلفه. يعني ممكن كان يبقى في اداء بس ما فيش مكسب مش النادي الاهلي. بس بصراحه الجمهور ما بيستناش دايما على اي مدير فني بيتولى المهمه في الاهلي, خصوصا لما الاهلي يختتم موسم زي الموسم اللي فات. حتى لو كانت النتائج الافريقيه مش جيده احنا اختتمنا الدوري بفارق كبير جدا عن اقرب منافس. تمام. فالجمهور بيشوف انه انت جاي على مجموعه كبيره من النجوم. تمام. فمالكش اي اعذار مقبوله, يعني عايزينك تبدا تدخل في دوران عجله
الفوز والنقاط على طول. تمام. ده دايما الجمهور بيشوف المدرب كده وما بيديلوش اي وقت كافي انه يبقى فيه عنده اي سبب للتراجع في النتائج لو حصل. كنت محمد لسه بتتكلم بتقول ان هي مجموعه كبيره، على الاقل اديني الوقت ان انا اتعرف فيه على المجموعه الكبيره دي واعرف مين اللي يناسب طريقه اللعب واعرف ايه الطريقه اللي هي تناسب المجموعه الكبيره ديت، فهاخد مين عشان يلعب معايا. انا النهارده عندي مجموعه كبيره، النهارده عندي مباريات كل يومين، ما فيش يعني كل يومين ثلاثة، ما تقريبا كل ثلاثة أيام بلعب مباراة. يعني شايف إن الوقت قبل الموسم وانطلاقة الموسم والفرق القليل بين المباريات مش في صالح كارتيرون، ضغط عليه جدا. هو ضغط عليه جدا لدرجة إن هو بدأ يحاول يشوف، يعني إحنا مش شايفين ثبات تشكيل خالص، هو مش قادر يعمل ثبات تشكيل، ولو وصل للتشكيل النموذجي اللي هو هيلعب بيه ما أعتقدش إن هو يفضل يلعب بيه على طول، وإلا اللعيبة دي هتجهد. فأكيد هيبقى في وسط المرحلة دي هيقعد يريح، هيغير، هيبعد لعيب يحس إن هو مجهد شوية. فاعتقد في الفتره دي صعب ان انا يعني احكم على طريقه لعبه او هو طب الطفره او التغيير للافضل اللي حصل بسرعه جدا في ثلاث مباريات وخلى الاهلي من المركز الاخير في مجموعته في البطوله الافريقيه الى صداره المجموعه، شايف ده ازاي وتقيم ده ازاي؟ انا بقيم دوت اللي هو يعتبر خبره اللاعبين، دي نمره واحد. نمره اتنين برضه هنرجع نقول روح الفينال الحمراء. هو كمدرب هو من المدربين القليلين اللي جم مسكوا في الاهلي المدربين الاجانب اللي عنده خبرات افريقيه، فاعتقد ان هو عارف يتعامل مع المباريات دي، لان انا عايز من المباريات دي 3 بونت. حابب الاداء؟ حابب الاداء، حابب الشكل الفني يكون كويس، حابب الشكل الفني يكون كويس، لكن انا كل اللي يهمني في المباراه دي هو اللي يهمني ان انا احسن من وضعي، اكسب 3 مباريات فابقى من متزايل المجموعه، لان انا دلوقتي متصدر مجموعه، دي طبعا حاجه تتحسب له جدا. عندي خط ظهر قريب من بعضه، حتى لو جم متاخر او بخلص المباراه بهدف واحد فانا قافل على حوالين مرمايا، ده كله يعتبر نجاح لي. النتائج بصفه عامه اللي هو حاططني فيها دي، انا كمشجع اهلاوي مش هتكلم كان ليه علاقه، انا كمشجع اهلاوي لا راضي جدا وسعيد جدا، بس اتمنى طبعا ان انا اشوف الشكل مش مرضي كشكل فني بالنسبه للنادي، ان احنا لسه ما وصلناش لافضل شكل نقدر نقدمه. لا شايف طبعًا ان الشكل فنيا هيزيد وخططيا في الفتره طبعا هيزيد طبعا مع ثبات التشكيل، مع ثبات التشكيل اللعيبه هيبقى في تجانس. كم الاسبوع الكام يا كابتن احمد لما كنت واحد من نجوم الفريق وبتشارك في الملعب، على الاسبوع الكام من اي موسم كنتوا بتوصلوا للتوب فورم بتاعتكم كفريق؟ اللي هي افضل حاله تجانس وافضل تشكيل دايما بنقول تقريبا بعد مرور قد ايه من الدوري، بس بيختلف، بيختلف عن دلوقتي. يعني متوسط دلوقتي دلوقتي هو مضغوط قوي، يعني هو دلوقتي ما عندوش المساحه الكافيه حتى ان هو يعمل مباريات وديه في النص. انا شايف ان هي بيبقى على الاسبوع الثامن بيبقى خلاص بنت معالم الحياه كلها، وبدا التشكيل، تثبيت التشكيل، وبدا اللعيب اللي انت حاسس ان هو في البدايه في المباريات الوديه، لان دايما احنا بنقول المباريات الرسميه دايما بتكشف، المباريات اللي هي فيها الضغط عصبي دايما هي اللي بتكشف. فانا كمان اسابيع بقى تزيد او تقل حسب ظروف كل موسم، حسب ممكن يبقوا 6 اسابيع ممكن يبقوا 12 اسبوع، لا ممكن طبعا لان مش في جدا لا الموضوع طبعا احنا بنتكلم في رينج يعني متوسط بتبقى 8 اسابيع، لان دايما بتبقى في المباريات في الفتره الاولى بتختلف كمان من طبيعه نادي، يعني بتختلف من النهارده احنا عندنا نادي الجيش، نادي الجيش حاسس بالنزيف النقاط بدري قوي، فاداؤه في عصبيه، النادي الحرس فيه عصبيه، يمكن احنا شفنا المباراه اللي فاتت. قصدك بتختلف حسب ظروف وخبرات كل فريق؟ لا احنا قياسا على الاهلي، انا بتكلم لما كنت في الاهلي كنتوا بتعرفوا الشكل وافضل حاله خططيه والتجانس والتيم ورك والشكل اللي عايزه الجهاز الفني بعد كام اسبوع من الدوري قياسا عليك. لو الدوري مش مضغوط اول اسبوع، يعني لو الدوري مش مضغوط وهو عنده المساحه، لان انا مفنش السيزون بنفس المجموعه، بلعب بنفس المجموعه، واخد بيهم كل البطولات. لكن دوري زي اللي احنا فيه السنه دي لا لسه محتاج وقت. طبعا محتاج وقت طبعا، لان محتاج وقت يثبت التشكيل، هو مش عارف يثبت التشكيل لسه. كلمه اخيره يا كابتن احمد لو حابب تقول كلمه، يعني متفائل بمشوار الفريق ومنحنى ادائه على مستوى الدوري ان شاء الله على مستوى البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. طبعا متفائل، النتائج كلها في صالحنا. الاداء ممكن يكون مثلا الاداء مثلا مش راضيين عنه، ولكن عندنا الخبرات اللي هو بنقدر نطلع من الماتش باللي احنا عايزينه. واتمنى ان شاء الله باذن الله في جزئيه النتائج ان نستمر كده، واتمنى في الفنيات الدنيا طبعا تتطور ونشوف الشكل اللي هو يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. ايه الرساله اللي حابب بيها تختتم هذا الحوار؟ كلمه تحب توجهها لاي مسؤول في النادي، لنجمنا الكبير الكابتن محمود الخطيب او لمجلس الاداره الحالي باكمله او للجهاز الفني واللاعبين او الجمهور او مشاهدي القناه، اختار من تشاء لتوجيه رساله تختتم بيها حوارك. انا بوجه طبعا رسالتي لكيان النادي الاهلي بشكل عام. طبعا اللعيبه عارفه طبعا المسؤوليه وعارفه الضغط اللي عليها، وعارفه ان النادي الاهلي
هو يمكن بيمثل ضغوط شويه لان هو دوافعه كتيره ومتطلباته كتيره. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يبقوا قديها. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان نرجع لبطوله افريقيا تاني، نرجع ناخد افريقيا تاني لان غابت عننا شويه واحنا ما تعودناش على كده. اتمنى حاجه طبعا خارج كل ده، اتمنى رجوع الجماهير طبعا للملاعب بشكل عام، واتمنى بشكل خاص للجلاله مهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا مهمه، نتمنى ده دايما. بيقولوا النادي الاهلي هو اكتر فريق او اكتر نادي متضرر من غياب الجمهور لانه اكتر جماهيريا. صحيح، واكتر نادي جمهوره بيكون لاعب مهم ومؤثر معاه في الملعب. ده طبعا بلا شك هو مهم جدا طبعا في الملعب. ان شاء الله نشوف نجاح تجربه الترتيبات بين ادارات الانديه والمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم وكل المسؤولين في الدوله على مستوى الامن او وزاره الداخليه، كل الجهات اللي بتقوم بالتنسيق للوصول لافضل نتائج. نتمنى يكونوا موفقين في السيناريوهات الخاصه بارتفاع تدريجيا في معدلات او اعداد ونسب الجماهير اللي هتشارك بالحضور في المباريات، والتجربة تنجح بالكامل إن شاء الله وتبقى أفضل من كل التجارب اللي مرينا بيها على مدار الأعوام القليلة الماضية لحل هذا الأمر أو هذه الإشكالية. أسعدتنا بوجودك معنا كابتن أحمد حسن استاكوزا، نائب مدير قطاع أكاديميات نادي وادي دجلة ونجم النادي الأهلي السابق. مشكورك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا لي جدا كابتن محمد، وأنا كنت سعيد جدا على تواجدي معك وفي بيتي النادي الأهلي. أسعدتنا وإن شاء الله يتكرر هذا اللقاء، ونسعد بيك مرات ومرات على شاشة قناة الأهلي. شكرا جزيلا. مشاهدينا ابقوا معنا، فقراتنا وحواراتنا المختلفة والمتنوعة مستمرة من خلال الأهلي الليلة. هنتقل سريعا مع حضراتكم إلى زميلي أمير هشام. شكرا استاذ محمد، بشكرك وبشكر اكيد كابتن احمد حسن استاكوزا احد نجوم النادي الاهلي السابقين. اكيد كان حوار مميز وشيق وممتع بشكل كبير جدا مع احد نجوم النادي الاهلي واللي ساهم بشكل كبير في بعض البطولات اللي قدر النادي الاهلي يفوز بها في مطلع الجيل الذهبي وفتره ذهبيه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي وبالنسبه لفريق الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بالتحديد، وكان بالتحديد كمان مع بدايه 2004. كلنا طبعا ما ننساش الفتره دي، كانت فترة أكثر من رائعة. عدنا سنوات كتير جدا جدا بنحصد مختلف الألقاب، سواء الألقاب على المستوى الأفريقي أو على المستوى المحلي. كان أي بطولة ساعتها النادي الأهلي بيشارك فيها بيفوز بيها. كان عندنا عناصر كبيرة جدا طبعا، كابتن أحمد حسن استاكوزا، كابتن محمد أبو تريكة، محمد بركات، عماد النحاس، عديد والعديد من اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا. كان لسه كابتن حسام عاشور كمان في بداياته، كان أيضا حسام غالي في الوقت ده يمكن كان احترف خلاص، كان عماد متعب، فلافيو، لعيبة كتير جدا جدا ساهمت مع النادي الأهلي في العديد من البطولات، وبتحديد الفترة المميزة دي كانت بداية مهمة جدا للنادي الأهلي في تاريخه بشكل عام، وقدرنا ان احنا نحصد العديد من الألقاب. بالتالي كانت فقرة مهمة ومميزة جدا من خلال هذه الفقرة الحوارية الأولى في برنامج النهاردة، برنامج الأهلي الليلة. طبعا هيكون لسه معانا العديد من الفقرات اللي هقدمها لكم، لكن دايما هنبتدي بجمهور النادي الاهلي، ودايما بنحاول ان احنا نوصل لجمهور النادي الاهلي، بنحاول نسمع اراءه تطلعاته بالنسبه للنادي الاهلي وبعض الامور اللي ممكن يكون الجمهور ليه راي فيها. وشيء مهم جدا دايما ان احنا نسمع الجمهور، وخاصه جمهور النادي الاهلي اللي بيحب النادي بشكل كبير جدا وبيتمنى دايما ان النادي يكون في القمه. لكن النهارده التقرير هيكون مختلف وخاص بمبادئ النادي الاهلي. البعض يمكن بيحاول ان هو يقلل او يقلل من قيمه مبادئ النادي الاهلي الفتره الاخيره ويحاول ان هو يلغيها بشكل كامل بطريقه او باخرى، لكن الجميل ان جمهور النادي الاهلي عنده الوعي والدرايه الكامله بأهمية المبادئ اللي تم طبعا وضعها بالنسبة للنادي الأهلي مع العديد أو من خلال العديد من مجالس الإدارات السابقة، وهي مبادئ بيمشي عليها دايما أبناء النادي الأهلي. بالتالي المبادئ دي أكيد مهمة جدا، بتساهم بشكل كبير في السيستم داخل النادي الأهلي والنظام اللي بيكون محطوط، ودايما الأخلاق هي رقم واحد والاحترام اكيد هو رقم واحد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، بالنسبه للاعضاء، للجماهير، وده اللي دايما الجمهور ماشي عليه من خلال مبادئ النادي الاهلي الهامه. التقرير جاهز يا جماعه؟ طيب عشان كده هنروح نشوف طبعا التقرير الخاص بجمهور النادي الاهلي اللي بيتكلم فيه عن المبادئ ونشوف رايهم ايه، ونرجع مره ثانيه. مبادئ النادي الاهلي دي يعني سيادتك بتتمثل في احترام الاعضاء وكل من يعمل في هذا الصرح العظيم للقيم والمبادئ. فيش خروج على الاخلاقيات بالنسبه للاعضاء، يعني حتى لو كان عضو، وياما شفت اعضاء من الناس اللي هم الكبار اللي هم المشهورين لعيبه الكوره وبتاع واعضاء في النادي وتوقفوا
عشان خرجوا عن النص شويه. يعني ما فيش تمييز ما بين كبير وصغير وعظيم وقليل. يعني الحقيقه هي دي المبادئ اللي انا شايف فيها النادي الاهلي، يعني ايه؟ انه ما بيفرقش بين الكبير والصغير، والاهم حاجه التزام بالاخلاقيات. احترام شديد، احترام شديد، دي نمره واحد، دي ودي اهم حاجه. والاحترام الشديد ده بينجم عنه حاجات كتير جدا بقى، سيريز من الاجراءات السليمه والتعاملات المظبوطه. احترام شديد يكفي هذا. كل رئيس مجلس اداره جديد بيجي بينفذ مبادئ الاهلي ومطالب الاهلي، واي حد بيغلط بيطلع بره على طول، سواء لاعب سواء رئيس مجلس اداره سواء اي حد. النادي الاهلي بدا كبير وفي نفس الوقت ده كبير وهيفضل كبير ان شاء الله. مبادئ النادي الاهلي هو ماشي على خطط ومبادئ وقيم اللي كل واحد عارف هو بيعمل ايه. طبعا يعني اراء مختلفه ومميزه جدا من جمهور النادي الاهلي اللي شفناه من خلال التقرير اللي فات ده، لكن عجبني جدا راي احد الجماهير او اعضاء النادي الاهلي، كان بيتكلم وقال لك الاهلي اتولد كبير وهيفضل كبير مهما الناس عملت، مهما الناس حاولت تقلل من قيمه القيم والمبادئ الخاصه بالنادي الاهلي، لكن دايما هيفضل النادي الاهلي بقيمه وبمبادئه وبكل الامور اللي من خلالها بيمشي ابناء النادي الاهلي، هيفضل ان شاء الله كبير زي ما احنا متعودين، زي ما هو اتولد كبير هيفضل النادي الاهلي كبير بكل كمان انجازاته وبطولاته وبتاريخه اللي بيتحدث عنه دائما. فبالتالي اكيد ده كان تقرير مهم جدا خاص بجمهور النادي الاهلي، اللي احنا بنبقى حريصين دايما ان احنا نسمع اراءه المختلفه وكل الامور اللي نفسه يتكلم فيها للنادي الاهلي بشكل عام. بالتالي كان تقرير هام جدا. لسه مكملين مع فقراتنا النهارده من برنامج الاهلي الليله، وهنروح لفقره خاصه باعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وهي فقره اسمها من جوه النادي. يعني احنا من جوه النادي بنحاول نشوف كل الامور الهامه اللي بتبقى موجوده اللي بتهم الاعضاء وبتهم الجماهير الاهلاويه بشكل عام، نعرف اخر الاخبار ايه. فهنبتدي بجزئيه تجهيز او تجهيزات النادي الاهلي لاستضافه جماهيره ان شاء الله في مباراه بعد غد امام فريق كامبالا سيتي في الجوله الاخيره من دوري المجموعات ودور ال 16 من دوري ابطال افريقيا، اللي خلاص النادي الاهلي زي ما احنا عارفين تاهل الحمد لله لدور الثمانيه، لكن يبقى التحدي في حصول النادي الاهلي على المركز الاول، وده اللي بنتمناه من خلال ان شاء الله الفوز على فريق كامبالا سيتي. اي نتيجه فوز على فريق كامبالا سيتي ان شاء الله بعد بكره هنتاهل من خلالها كاول مجموعه، بغض النظر عن مباراه الترجي وتاونشيب البوتسواني اللي هتكون في بوتسوانا، وده بسبب المواجهات المباشره الخاصه ما بين الاهلي والترجي. تعادلنا هنا في مصر بنتيجه 0-0 مع الترجي في اول جوله، والجوله الماضيه قدرنا ان احنا كالعاده نفوز على الترجي في رادس بنتيجه 1-0 وهدف وليد ازارو الهام جدا اللي من خلاله النادي الاهلي تاهل بشكل رسمي، لكن ان شاء الله الفريق يكون قادر ان هو يفوز كمان على فريق كامبالا سيتي في هذه المباراه الصعبه علشان يتاهل كاول المجموعه وتكون الامور سهله شويه. اي فريق طبعا عايز يفوز بالبطوله هيقابل اي حد، يبقى الهدف الاساسي بالنسبه له ان هو يفوز عليه. الفريق النادي الاهلي بالتحديد ما بيخافش من ان هو يواجه اي فريق اخر سواء قوي في قاره افريقيا او في اي مكان، لكن دايما بنحاول ناخد الامور بشكل تصاعدي عشان يكون الفريق اكثر جاهزيه، خصوصا في ظل تواجد مدير فني جديد زي مستر باتريس كارترون. بالتالي استعدادات مهمه سواء بالنسبه للفريق او من خلال الاداره وتنظيم هذه المباراه واستضافه جمهور النادي الاهلي المقدر بحوالي ان شاء الله 10,000 متفرج ومشجع هيكونوا متواجدين في مباراه كامبالا سيتي. ومهم جدا من جمهور النادي الاهلي ان احنا نروح نشجع الفريق، عايزين نروح نشجع الفريق. ممكن يكون في بعض الامور الجمهور النادي الاهلي زعلان منها، امور خارج النادي الاهلي كلنا عارفين، لكن الاهم دايما ان احنا نشجع فريقنا خصوصا في مرحله مهمه زي دي مليئه بالتحديات الهامه بالنسبه للنادي الاهلي سواء على الصعيد الافريقي او على الصعيد المحلي وايضا كمان الصعيد العربي، مختلف البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، ودايما بيبقى الفريق مطالب بتحقيق الفوز دائما. فبالتالي هخلينا نروح نشوف هذا اللقاء مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللي بيتكلم فيه عن استعدادات النادي لتنظيم مباراه الاهلي وكامبالا سيتي وايضا استضافه هذا الجمهور. نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. كان
كان النهارده الاجتماع خاص بالجماهير والدخول الملعب والعمليه التنظيميه، وخصوصا يعني كلنا عارفين مش هنضحك على بعضنا اللي جماهيرنا عانت الفتره اللي فاتت وشكل كان واضح جدا، واحنا طبعا عارفين كويس قوي، واحنا كمان برضو كادارات او كاداره شغاله او مجلس اداره بنعاني برضو برج العرب، بس عايزين ما ننساش دايما اللي احنا عملنا اول ماتش في استاد القاهره كان ماتش منانا وحصلت المشكله، فاحنا مش هنقول يعني بنقول دايما احنا عندنا ثقه في جماهيرنا وعندنا وعي بجماهيرنا وعندنا ثقه في الامن برضو ان شاء الله، وهنسعى جاهدا ان شاء الله بعد ماتش دور الثمانيه يعني خلاص باذن الله تاهلوا دور الثمانيه هنسعى يبقى في تنسيق مع الامن لمباراه الافريقيا تتلعب ان شاء الله في القاهره بقدر الامكان عشان خاطر الدعم لجماهيرنا ودعم للفريق، واحنا محتاجين الجماهير. فيعني انا برضو سامع الناس مقاطعه المباراه، يعني ما بحبش كلمه مقاطعه، جميل النادي الاهلي دايما معاه في كل مكان وفي اي وقت وفي كل ظروف، ناس كانت بتسافر وقت افريقيا وبتسافر وقت كل حته واسوأ من كده بكتير وبنشوف، فيعني الكلمه دي انا شايفها دخيله على النادي الاهلي وشايف اللي في ناس بتغذي هذا الموضوع. لا، اداره النادي ما بتاثرش، مجلس اداره ما بيأثرش، من اول يوم احنا يعني سعينا جاهدا اللي احنا نرجع جماهيرنا، والحمد لله يمكن كابتن خطيب نجح اللي احنا نعمل مباراه في استاد القاهره ونجح يعمل مباراه بجماهير كان بقى لها اكتر من 3 سنين او 4 سنين ما بتتلعبش في استاد القاهره، واللي حصل للاسف اللي حصل حصل خلاص ما فيش مشكله فيه، لكن بنقول للجماهير احنا دايما بندعم فريقنا في اي ظروف وفي اي وقت وده اللي احنا المعتاد على الجماهير، فما ننسقش ورا يعني مش عايز اقول ناس بتخش عشان خاطر تعمل لا يعني احنا فريقك بتكسب الحمد لله وده الاهم بالنسبه لنا، فعشان كده النهارده الاجتماع عشان خاطر نشوف اكتر سبل نريح بيها الجمهور وازاي يبقى فيه تنسيق بين الاداره وبين الامن عشان خاطر جماهيرنا اللي رايحه، ومتهيألي الجمهور النهارده بيروح بيلاقي الامن موجود، بيلاقي شركه الامن موجوده، بيلاقي المديرين موجودين، وده ما كانش بيحصل قبل كده، فانا بقول لهم احنا معاكم وبندعمكم وواثقين فيكم طبعا على طول، لان احنا من غير جماهيرنا دايما محتاجينها محتاجين دعمهم معانا، فان شاء الله بعد المباراه دي باذن الله هنبدا نخش مرحله الدور الثمانيه، عشان كده يمكن الفتره اللي فاتت احنا كنا بنتحرك بس ما بنرضاش نعلن كل حاجه، لكن دور ال 16 يخلص على خير ان شاء الله والنادي الاهلي يتصدر المجموعه، دور الثمانيه هيبقى ليه شكل ثاني باذن الله ان شاء الله. هو احنا واحنا استكفينا بال 10,000 دي، لان انت زي ما انت شايف يعني انا بقول لك النهارده في الاقبال ضعيف فما فيش مشكله فيه، لكن ان شاء الله باذن الله ال 10,000 تذكره موجودين، ابتدى فعلا بقى في عن طريق النت وصل ل 1000 تذكره مباعه على كافه الفئات، واحنا بنطرح الفئات كلها مش محاضره بس، في المقصوره الاماميه تم حجزها، الاولى شمال تم حجزها، المحاضره تم حجزها، فانت من 1000 ل 1200، وشركه فالكون بتستلم دلوقتي عشان النهارده الساعه 8 بالليل هيتم توزيع وتوصل التذكره لحاملي البطاقه الجماهير النادي الاهلي على مستوى الاعضاء الجمعيه العموميه في الثلاث منافذ الساعه 3 ان شاء الله باذن الله، هتتوفر التذاكر في الثلاث منافذ تبقى موجوده، في دعوات الاتحاد الافريقي ان شاء الله تم توصيلها والشركات الرائعه، كل الالتزامات الخاصه بالاداره الحمد لله احنا عملناها، ربنا سهل، بندرس دلوقتي جديا ان احنا نفتح منفذ في اسكندريه في استاد اسكندريه، وده كان بالتنسيق مع الامن امبارح، فبندرسه برده عشان خاطر النادي الاهلي بيتحمل مسؤوليه جماهيره، فعشان كده برضو عايزين نضمن ان التذكره هتروح لجمهور النادي الاهلي الحقيقي، ما يبقاش فيه حد مندس في وسط الجماهير يثير القلق او يثير شغب، احنا ما بنصدق ناخد خطوه لقدام واحنا واقعين بجماهيرنا، فهناخد القرار لسه بس يعني منتظرين نشوف القرار الصائب ايه ان شاء الله باذن الله، ممكن نفتح منفذ في استاد اسكندريه بحيث برضو يبقى التذاكر متوفره لجمهور النادي الاهلي في اسكندريه الساعه 8، وهنحاول برضو نفتح منفذ في الساحل الشمال، انت برضو عارف لسه اجازات الصيف ما خلصتش وفي ناس كتير جدا في الموجودين دلوقتي في منطقه الساحل، فعايزين برضو نروح المباراه، فهنحاول نوفر لهم منفذ ان شاء الله باذن الله وهنعلن عنه، فيعني الامور ماشيه بشكل كويس باذن الله. يعني هو قوه النادي الاهلي دايما معروفه، قوه النادي الاهلي بجمهوره، جماهير النادي الاهلي هي اللي بتديك الدافع القوي اللي انت بتلعب. انا هقول لك انا يعني كراجل لعيب النهارده لو انت نازل عندك هتأدي بنسبة 30 40% 50% الجمهور بيخليك تأدي 200%، يعني جمهورك دايما هو اللي بيديك الحماس، دايما انت بتقاتل عشان خاطر جماهيرك، بتبقى حاطط في دماغك اللي هو بيعاني قد ايه عشان خاطر يشجعك، فانت بتبقى دايما عايز تفرحه وعايز تبسطه. الالعاب اللي من غير جماهير يعني يمكن احنا الوتر بول كانت ملعب تسميها لعبه شهيده، لكن النهارده في جمهور معاك، فهي دي احنا عشان كده بنقول دايما جمهور النادي الاهلي هو ال 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 الدرع الحقيقي للنادي، وهو يعني اللاعب رقم 12 في الملعب دايما، او اللاعب رقم 7 لو انت اللعبه 6، فدايما احنا بنقول جماهير النادي الاهلي هي العامل الاساسي للانتصارات اللي بتحصل في النادي بقى، فربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله.
طبعا كلام مهم جدا من العميد محمد التنفيذي للنادي الاهلي فيما يخص تواجد الجمهور في مباراه كامبالا سيتي، وهي مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي، بالتالي مؤازره الجمهور بالنسبه للفريق في هذه المباراه هتكون مهمه ايضا جدا بالنسبه للاعبين، علشان ان شاء الله نشوف اداء جيد، نشوف نتيجه جيده، وفوز هيكون هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان يحتل المركز الاول في المجموعه A من بطوله دوري ابطال افريقيا. في بعض الامور اتكلم عليها العميد محمد مرجان، وهي خاصه بفتح بعض المنافذ في الاسكندريه، منافذ بيع التذاكر الخاصه بهذه المباراه او بمختلف المباريات القادمه القريبه بالتحديد في خلال فصل الصيف، فبالتالي شيء مميز جدا ولفته مهمه جدا من النادي الاهلي ان هو يفتح منافذ لبيع تذاكر خاصه بجمهور النادي الاهلي في اسكندريه، وايضا في منطقه الساحل الشمالي اللي متواجد فيها ناس كتير جدا في هذه الفتره بسبب المصيف، فبالتالي اكيد شيء وتفكير وفكر جيد جدا من الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، خصوصا ان احنا عارفين دائما جمهور النادي الاهلي بيبقى متواجد في كل مكان، لو ينفع ان احنا نحط منافذ بيع لجمهور النادي الاهلي في مختلف المحافظات كمان، لان كله بيرغب في حضور مباريات النادي الاهلي، وخصوصا كمان في ظل عوده الجماهير قريبا ان شاء الله، فبالتالي هتكون جزئيه مهمه ومميزه جدا لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون هو السند الحقيقي لمختلف الفرق داخل القلعه الحمراء. لسه مكملين مع فقره من جوه الاهلي، وهنتكلم عن مشروع اللائحه الخاص بلائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، وزي ما احنا عارفين يمكن فتره حتى الان النادي الاهلي ماشي باللائحه الاسترشاديه اللي كانت تم وضعها مسبقا، بالتالي النادي الاهلي بيسعى خلال هذه الفتره لتجهيز لائحه خاصه بيه علشان يقدر يعرضها على الجمعيه العموميه ويتم الموافقه او الرفض من خلال الجمعيه العموميه ان شاء الله من خلال يوم 28 سبتمبر القادم، بالتالي شيء مميز وهام جدا ان النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب يقرروا ان هو يكون في تشاور مع اعضاء النادي الاهلي من خلال هذه الجزئيه بالتحديد، والتشاور في مشروع اللائحه، لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي، علشان كده النادي الاهلي زي ما احنا عارفين كان عمل زي موقع او بريد الكتروني يتم من خلاله التواصل مع اعضاء النادي الاهلي، وهو شارك @الاهليegypt.com، وده لغايه يوم 9 سبتمبر القادم كل اعضاء النادي الاهلي متاح ليهم ان هم يقولوا كل ارائهم وكل الامور اللي هم حابين ان هم يشوفوها في اللائحه، اللائحه زي ما احنا عارفين خلاص نزلت في الثلاث فروع سواء في نادي الاهلي الجزيره الشيخ زايد ومدينه النصر، فبالتالي ممكن ان هم يقروا يقولوا مقترحاتهم، لو في بعض البنود عايزين يعدلوها، بعض البنود عايزين يضيفوها، فشيء مميز جدا من اداره النادي الاهلي ان هم يقوموا بهذا الامر الهام جدا، التواصل مع الاعضاء شيء مهم، مش بس ان احنا نحضر لائحه ونعمل مشروع للائحه وبعد كده الاعضاء يوافقوا او يرفضوا، لكن دايما التواصل اكيد شيء مهم مع جمهور النادي الاهلي او بالتحديد كمان في هذه الجزئيه مع اعضاء النادي الاهلي في مختلف فروعه، وبالتالي احنا لسه مكملين مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، نروح نشوف هيقول ايه في هذه الجزئيه بالتحديد ونرجع مره ثانيه. الحمد لله من ساعة ما المشروع الطرح للنقاش وللحوار المجتمعي وصلنا النهاردة في أكثر من 102 أو 103 اقتراح في 18 استفسار، بالفعل تم عرضهم على اللجنة المركزية برئاسة الكابتن خطيب، وترفع الاقتراحات اترفعت للأستاذ المستشار محمود فهمي والأستاذ محمد فتحي والدكتور سعد شلبي، في اقتراحات احنا قابلناها وفي اقتراحات يعني طالما في اقتراح بيتماشى مع قانون الرياضه وبيتناسب مع المبادئ واخلاق النادي الاهلي واللي احنا عايزين اللائحه بتاعتنا اللي احنا عايزين كلنا بنملكها، لان ده حلم النادي الاهلي قبل اي حد. يعني النادي الاهلي بيناشد بالميثاق الاولمبي من 2006 و2007 من ايام كابتن حسن حمدي وهو رئيس مجلس اداره، وكانت اول لائحه اتعملت للنادي الاهلي 2014 ورفضت الجهه الاداريه اعتمادها. فاحنا بنقول النهارده النادي الاهلي بتحلم اللي انت يبقى عندك لائحتك، لائحه النظام الاساسي. عايز اقول ان احنا اما طرحنا المسوده في ايام قبل العيد، يمكن عايز اقول لك ان احنا كنا مش قصدي، احنا عارفين كويس قوي اللي فيه تفاعل مجتمعي وفي مشاركه هتحصل، اتمنى بقى المشاركه تتنقل من الفيسبوك تتنقل للمواقع الرسميه للاستلام لصوتك يوصل للنادي،
احنا النهارده في مقترحات اللي وصلت بالفعل في اربع مواد تم النظر فيها وتعديلها، وكان من ضمنها الماده 33 الخاصه بالجهات القضائيه. كانت الجهات القضائيه فقط لا غير، لا احنا خليناها الجهات او الهيئات القضائيه للاشراف على العمليه الانتخابيه، ودي يعني احنا شايفينها حاجه فير جدا وطبيعيه جدا. النهارده الجهات القضائيه تتمثل في القضاء العادي ومجلس الدوله، لا النهارده الهيئات القضائيه تتمثل في كل العمليه القضائيه، نيابه اداريه، مجلس دوله، نادي هيئه قضاء الدوله. فانت النهارده بقى عندك من الحريه اللي انت بتختار او بتبعت للجهه القضائيه اللي تشرف على الانتخابات عشان يبقى فيه نزاهه وفي شفافيه، لان احنا كلنا بنثق في القضاء المصري. كان في لجنه تظلمات ما كانتش موجوده على الفور، حطينا لجنه تظلمات يبقى رئيسها من تكونه من رئيس واثنين اعضاء قانونيين خارج مجلس اداره النادي الاهلي من اعضاء الجمعيه العموميه. من خلالها انت بتقدم التظلم بتاعك للجنه، لان ما ينفعش يبقى انا الخصم وابقى انا الحكم، لا انت بتقدم للجنه خلال 15 يوم، اللجنه دي بتعرض التظلم على مجلس الاداره اللي بيعتمده برضه خلال 15 يوم. فانت في حاجات لائحه الجزاءات ما كانتش موجوده، حطينا لائحه الجزاءات. في امور انت النهارده اما شفناها طبيعيه جدا، احنا بنساعد، بس اهم حاجه بالنسبه لنا التفاعل المجتمعي للنادي الاهلي. اهم حاجه شارك بصوتك معانا وشارك بتعديلك معانا. سيبك معلش من الناس اللي عماله تقول لا اصل دي لائحه ثابته، احنا اول مره في النادي الاهلي تطرح لائحه ما بندافعش عنها، احنا لائحه انا عايزك انت اللي تدافع عنها. رايك انت هو اللي هيتحط. احنا النهارده اولاد النادي، كابتن الخطيب رئيس النادي اختار مصطلح عائله الاهلي ومصر اللي هو هذا المصطلح يكون بمفهومه الحقيقي لكل الناس. سيبك بقى اصل ده مع مين وده، لا لا الكلام ده مرفوض تماما. كابتن محمود الخطيب عايز كل الناس تشارك، ولفظ عائله الاهلي على مستوى الثلاث فروع او مصطلح عائله الاهلي على مستوى الثلاث فروع يتحقق. واحنا يمكن انتم شايفينها اللي متابعين معانا على مستوى الخدمات اللي بتتقدم، هتلاقي مستوى الخدمات بتتقدم على مستوى الثلاث فروع واحد، ما بنفرقش بين فرع والتاني، لا بالعكس احنا بنقدم خدمات للشيخ زايد، بنقدم خدمات لمدينه نصر اكثر بكثير من الجزيره، يمكن عشان هم مساحتهم اوسع ومساحتهم اكبر ومحتاجين من الجهد اكثر. يعني عايزين نخلي دايما انا عضو نادي الاهلي، انا عضو جمعيه عموميه نادي الاهلي، تمام. هناك برضو مدينه نصر هيبقى فرع، لا عضو جمعيه عموميه نادي الاهلي هو من يحمل كارنيه العضويه العامله في النادي الاهلي، عضو الفرع النادي الاهلي هو من يحمل عضويه مكتوب عليها الفرع. النهارده الشيخ زايد اصبح عندك 5000 او 6000 استكملوا عضوياتهم باعضاء النادي الاهلي، النادي الاهلي فروعه كلها المنتشره انا عضو النادي الاهلي، تمام. عايز تبقى عضو النادي الاهلي ولك صوت ولك حق التصويت، بيبقى تبقى عضو في النادي الاهلي، عضو عام النادي الاهلي. عايز تبقى عضو فرع لك كل الحقوق وكل الاحترام وكل الالتزام من اداره النادي ومجلس اداره النادي الاهلي. كلنا اعضاء في النادي، كلنا سواسيه في الخدمات وفي الحاجات اللي احنا بنقدمها للاعضاء، كلنا سواسيه، ولكن لازم الناس عارفه كويس قوي اللي في حقوق وفي واجبات، زي ما انت بتطلب بحقوقك زي برضو ما احنا بنلتزم بالواجبات العالميه. طبعا تقرير كان هام جدا مع العميد محمد مرجان فيما يخص مشروع لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي إن شاء الله خلال المرحلة. جملة لخصت كل هذه الأمور، النادي الأهلي بيعمل لائحة مش بيدافع عنها، الأعضاء هم اللي يدافعوا عنهم أو عن اللائحة دي بالتحديد، ده من خلال الاقتراحات اللي بيقدمها أعضاء النادي الأهلي خلال هذه الفترة والتواصل الدائم مع مجلس إدارة النادي فيما يخص لائحة النظام الأساسي، وده شيء مهم جدا 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 لأعضاء النادي الأهلي وهذه كمان لهذه اللائحة اللي إن شاء الله من خلالها يقدر يمشي النادي الأهلي في العديد والعديد من الأمور اللي بتخص النادي في مختلف المجالات. بالتالي اكيد كان تقرير مهم جدا مع العميد محمد مرجان. دلوقتي جه معادنا مع فقره مهمه جدا وهي من كتاب التاريخ. طبعا تاريخ النادي الاهلي مليء بالامور المضيئه والذكريات الجميله جدا بالتحديد كمان في كره القدم. هنرجع كده مع بعض شويه 12 سنه فاتوا بالتحديد في عام 2006، وزي النهارده بالتحديد 26 اغسطس كانت مباراه الاهلي واشانتي كوتوكو الغاني في استاد القاهره، مباراه كانت مهمه جدا النادي الاهلي قدر انه يفوز بها بنتيجه 4-0. النتيجه كانت كبيره جدا، كان احرز الاهداف محمد ابو تريكه، محمد شوقي، فلافيو،
وايضا اسامه حسني، كانت مباراه كبيره جدا. وبالمناسبه الاربع اهداف جم في الشوط الاول للنادي الاهلي، وكمان خليني اقول لكم الاربع اهداف تقريبا جم في حوالي 20 او 22 دقيقه بالتحديد. كانت مباراه اكثر من رائعه بالنسبه للنادي الاهلي امام اشانتي كوتوكو، كان اداء اكثر من رائع، وزي ما احنا فاكرين كلنا كانت تحت قياده مستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي والمحبوب بشكل كبير جدا من قبل جمهور النادي الاهلي، واللي اتى بالعديد من البطولات بالنسبه لهذا النادي العريق. بالتالي كانت بطوله هامه جدا، لو نفتكر قبلها بسنه النادي الاهلي كان قدر انه يفوز بهذه البطوله بعد غياب اربع سنوات او خمس سنوات بالتحديد، بعد ما فزنا في المباراه النهائيه على فريق نجم الساحلي. النادي الاهلي تاهل لاول مره لكاس العالم للانديه، كانت الطموحات كبيره جدا، وخصوصا النادي الاهلي كان فاز ببطوله افريقيا 2005 من غير ولا هزيمه على مدار البطوله كلها، سواء جوه او بره النادي الاهلي ما كانش بيخسر اطلاقا. فبالتالي كانت التطلعات في كاس العالم للانديه، الطموحات عند جمهور النادي الاهلي كانت كبيره جدا. البعض كان بيقول ان احنا هنروح ناخد كاس العالم ونرجع كمان، لكن للاسف كانت في صدمه من خلال المباراة الأولى في كأس العالم للأندية أمام فريق اتحاد الجدة السعودي، وخسرنا بنتيجة 1-0. كان هدف أعتقد أحرزه نجم اتحاد جدة في هذا التوقيت محمد نور. بالتالي كانت صدمة كبيرة جدا لعشاق وجمهور النادي الأهلي. لكن الجميل دايما عند جمهور النادي الأهلي إن سواء بنفرح أو سواء بنزعل دايما بيبقى فيه مساندة للنادي، مساندة للفريق، وده فعلا اللي حصل فور وصول الفريق لمطار القاهرة عقب الإخفاق في بطولة كأس العالم للأندية 2005. استقبل جمهور فريق النادي الأهلي، من هنا كمان كان في دوافع جديده عند مستر مانويل جوزيه وجهازه المعاون، وايضا عند اللاعبين اللي كانوا متواجدين في هذه الفتره، ويمكن اكدوا على ضروره الفوز ببطوله افريقيا 2006، وده فعلا اللي حصل من خلال مشوار كان اكثر من رائع في هذه البطوله، تخلله مباراه فريق اشانتي كوتوكو اللي قدر النادي الاهلي يفوز بها او فيها بنتيجه 4-0، وكان فوز مميز جدا، وقدر النادي الاهلي يوصل لنهائي البطوله دي. لو نفتكر كمان اكيد فاكرين طبعا البطوله دي بالتحديد، اتعادلنا في القاهره مع فريق الصفاقسي بنتيجه 1-1، البعض قال لك خلاص الاهلي خسر البطوله، لكن رحنا رادس، كانت بدايات انتصارات الاهلي في رادس من خلال الهدف التاريخي لاحد نجوم النادي الاهلي التاريخيين طبعا الماجيكو محمد ابو تريكا، هدف كان في الدقيقه 92 وشويه كده وكم ثانيه، قدر النادي الاهلي يخطف بطوله دوري ابطال افريقيا 2006. من ثم تاهل النادي الاهلي لكاس العالم للانديه، من ثم كمان النادي الاهلي قدر ان هو يحرز المركز الثالث والميداليه البرونزيه في هذه البطوله بالتحديد. كنا لعبنا كلوب امريكا المكسيكي، كسبناه 2-1 بهدفي محمد ابو تريكا، هدف كان عمله له فلافيو، والهدف الثاني كان من فاول اكثر من رائع، ويمكن الهدف اللي كان جه فينا كان هدف التعادل، كان لاعب ساعتها في كلوب امريكا اسمه كاباناس على ما اتذكر. لكن في النهايه قدر النادي الاهلي انه يفوز او يحرز المركز الثالث بالتحديد في هذه البطوله، وكانت بطوله اكثر من رائعه، واداء كان اكثر من رائع، وكان عندنا كمان يعني فرصه ان احنا نوصل للنهائي، لكن ما كانش في توفيق في مباراه انترناسيونالي البرازيلي قبل نهائي هذه البطوله، بالتالي لعبنا على التالت والرابع وقدرنا نفوز بالمركز الثالث. انجازات كبيره وعديده جدا جدا للنادي الاهلي بالتحديد في هذه الفتره الذهبيه لهذا الجيل الذهبي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن احنا بالتحديد النهارده بنفكركم بمباراه فريق اشانتي كوتوكو اللي انتهت بنتيجه 4-0، علشان كده نروح نشوف التقرير ده عن هذه المباراه ونرجع مره ثانيه. زي النهاردة 26 أغسطس 2006 حقق الأهلي فوزا كبيرا على منافسه الإفريقي القديم أشانتي كوتوكو برباعية نظيفة على ملعب استاد القاهرة. أخذ بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 زخما كبيرا بين مسؤولي وجماهير النادي الأهلي بعد النتائج السلبية لمشاركة النادي الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية 2005 باليابان. عند العودة للقاهرة استقبلت جماهير الأهلي الفريق بلافتة كانت بداية التحدي والإصرار، لافتة تحمل رسالة واضحة عوضوها في اليابان 2006. كان استقبال الجمهور ورسالته دافعا للفريق ليخرج من الحزن وليدخل بطولة 2006 بإصرار واضح على الفوز بالبطولة والعودة لليابان لمحو الصورة السلبية.
حدث بالفعل. كانت مباراة كوتوكو من المباريات التي لعبها الأهلي بروح البطولة للعودة لليابان. فاز برباعية أحرزها محمد أبو تريكة ومحمد شوقي وأسامة حسني وأمادو فلافيو. في النهاية توج الأهلي مشواره في البطولة بالفوز بكأسها للمرة الخامسة في تاريخه بعد التعادل مع الصفاقسي بالقاهرة بهدف لمثله، ثم الفوز في رادس بهدف محمد أبو تريكة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول، الهدف الأول للنادي الأهلي. عاد الأهلي لليابان ليحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية. والله لحد دلوقتي الواحد لما بيشوف هدف محمد ابو تريكه في الصفاقسي جسمه بيقشعر، كان الهدف لسه بيجي في هذه اللحظات، يعني هدف تاريخي ما حدش يقدر ينساه اطلاقا، هدف محمد ابو تريكه ونجم كمان كان عظيم جدا للنادي الاهلي، وقدر ان هو يعني يحرز العديد من الاهداف والعديد كمان من البطولات الكبيره بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان بالتحديد كواليس مباراه الاهلي والصفاقسي في رادس. اتحدى ان ما فيش اهلاوي مش فاكر كواليس الهدف وهو بيتفرج على المباراه في بيته او في اي مكان، اكيد فاكر ايه اللي حصل ساعه الجون ده لما جه. طبعا كانت فرحه عارمه، كلنا اكيد فرحنا جدا بهذا الهدف، وطبعا احنا كنا بنتكلم عن مباراه الاهلي واشانتي كوتوكو، وكانت احد مفاتيح فوز النادي الاهلي بهذا اللقب الغالي وبطوله دوري ابطال افريقيا 2006. بكده طبعا تكون انتهت الفقرات الخاصه بالجزء الثاني من حلقه النهارده الاهلي الليله، لكن لسه متواصلين معاكم حتى الساعه 10 مساء، علشان كده هروح سريعا لزميلي محمد الجندي ولقاء حواري اخر مهم جدا مع الكابتن محمود محجوب طبعا رئيس اتحاد رفع الاثقال. نروح نشوف طبعا هذا اللقاء الهام جدا مع استاذ محمد الجندي. اتفضل استاذ محمد. اشكرك زميلي العزيز امير هشام على هذه المتابعه والاخبار اللي تابعناها سواء من داخل النادي الاهلي او اخبار متعدده عن الوسط الرياضي والكروي المصري في المجالات المختلفه، وايضا كل ما يتعلق بالاستعدادات الاداريه اللي بتجري داخل النادي في هذه المرحله، وايضا ذاكره التاريخ الخاصه بنجاحات النادي الاهلي وانجازاته الكثيره، ومنها طبعا البطوله الافريقيه اللي تابعناها من خلال حديث زميلنا العزيز امير هشام. هننتقل من عالم كره القدم ونجاحات النادي الاهلي على كافه المستويات المحليه والدوليه الى اتحاد من افضل الاتحادات الرياضيه في مصر على الاطلاق. اتحاد يوصف بحق بانه صاحب البسمه، وانه دائما ابدا ما يقدم نتائج واداء اكثر من رائع ويحقق طموحات المصريين، واحد من افضل الاتحادات على مستوى الرياضه المصريه والعربيه والافريقيه الا وهو اتحاد رفع الاثقال المصري. النهارده عندنا حوار مستفيض وتفصيلي عن الطفره اللي حصلت، النتائج المتطوره اللي انعكست واسباب العمل وبرامج العمل والسياسات اللي ادت الى تطوير النتائج وتحسين معدل ومستوى النتائج اللي بتتحقق على كافه المستويات المحليه والدوليه، وايضا في الفتره القادمه الطموحات الخاصه بالمشاركه في المحافل الكبرى ومنها بالتاكيد في مقدمه اولويات العمل واهتمامات الاتحاد في الفتره المقبله اولمبياد طوكيو 2020. معانا ومع حضراتكم النهارده في الاهلي الليله الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وجودك معانا. اهلا بيك ومتشكرين جدا على المقدمه الجميله دي. لا ده اقل مما تستحقه، دايما العمل والارقام هي اللي بتعكس النتائج وبتبقى اقوى من الاجتهادات والاراء اللي فيها دايما المؤيد والمعارض. خلينا نتكلم عن النتائج الملموسه اللي تحققت في الفتره اللي فاتت. حضرتك ومجلس اداره الاتحاد بتقيموا العمل ازاي، والى اي مدى النتائج اللي تحققت على كافه المستويات مرضيه لطموحاتكم؟ الحقيقه طبعا يعني اي نجاح اكيد بيبقى ليه قومات، يعني عشان تقدر تنجح لازم حتى في الدراسه عشان أكيد. تنجح لازم تذاكر. فاحنا الحمد لله يعني معظم حاليا او كل اعضاء مجلس اداره حاليا من الابطال السابقين، حتى الفتره اللي كانت قبل كده الحقيقه كان فيها تضافر عناصر اللعبه ككل، لاعب مدرب اداري اتحاد، وكان نتيجتها في النهايه الحمد لله ان احنا حققنا ميدالتين في الدوره الاولمبيه في ريو دي جانيرو. طبعا مجهود كان كبير جدا على مدار 4 سنوات
كان قبل الدورة الأولمبية في مؤشرات كتيرة الحمد لله بتأكد المسيرة اللي انت ماشي فيها صح. يعني انت بتحط يعني استراتيجية معينة وبتشوف من خلالها او في طريقها في نتائج ولا ما فيش عشان تقدر من تصح. خلال النتائج بتقيم الاستراتيجية بالضبط عشان تقدر تقيم انت ماشي مظبوط ولا في حاجة عايزة تعديل. فالحمد لله كان على المسيرة دي خلال 4 سنوات كان في مؤشرات جيدة على المستوى الناشئين وعلى المستوى الكبار أيضا. بدأنا في بطولات العالم نجيب ميداليات ودي كانت يعني غايبة بقالها فترة من 5 سنوات يمكن. دورة الألعاب الأفريقية في الجزائر دورة الألعاب ده جه بعد كده كان نهاية ريو دي جانيرو. الفترة الجديدة اللي احنا فيها حاليا الحقيقة بدأناها ببطولة عالم يعني بعد انتخابات مباشرة. كان الفريق طبعا بيعد بشكل يعني مش هنقول منفصل او مش ملوش دعوة بالانتخابات. الحمد لله انتهت كانت اول محك بطولة عالم كبار. بطولات العالم كبار هي المحك الرئيسي في الألعاب الفردية. الحقيقه حققنا الحمد لله فيها 4 ميداليات ذهب محمد ايهاب وساره سمير وشيماء برونز وفضه ورجب برونز. يعني كانت حصيله الحمد لله كويسه جدا اكدت مسيره ال4 سنوات اللي قبل. دخلنا في بدايه 2018 كان عندنا في حاجات مهمه بالنسبه لنا كرياضه فرديه زي دوره البحر المتوسط. دوره البحر المتوسط مش عشان رفع الاثقال فقط ولكن على العموم الرياضه المصريه. فانت بيبقى عليك حمل كالعاب فرديه زي المصارعه والملاكمه والجودو من ضمنها طبعا رفع الاثقال ان انت بترجح كافه مصر على مستوى الدول. طبعا انت بتنافس دول اوروبيه يعني في فرق شاسع جدا في الميداليات وفي الامكانيات عفوا. لكن دايما اللي احنا بنراهن عليه دايما الحمد لله في الالعاب الفرديه ومنها رفع الاثقال الموهبه المصريه في هذه الرياضات. الموهبه المصريه مش من دلوقتي ده من طول عمرنا عندنا ابطال في اللعبات الفرديه يعني تاريخنا طويل جدا. اول ميداليه اولمبيه مصريه هي لرفع الاثقال طبعا سيد نصير في سنه 28 مرورا بقى بالخضر التوني وفياض و فالدوره دي كانت مهمه قوي بالنسبه لنا الحقيقه. الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر جو مناسب للتدريب سواء داخلي او خارجي. والحمد لله اللعيبه يعني كانت عند حسن الظن 9 ميداليات ذهب وواحده فضه واثنين برونز. هل بتزداد قوتنا دلوقتي بالنتائج والارقام يا كابتن محمود؟ خريطتنا او مكاننا على خريطه رفع الاثقال عالميا بتتقدم بتتغير؟ والله الحمد لله يعني اصبح لينا مكانه في رياضه رفع الاثقال على المستوى العالم. يمكن من يومين بالظبط كان التصنيف العالمي ظهر اللي هو النصف سنوي. محمد ايهاب تصنيفه اول في وزن 77 بعد انتهاء بطولات الفتره اللي احنا كنا عليها اللي دوره البحر وبطوله العالم والدوره الاسيويه حاليا مقامه في جاكرتا. يمكن امبارح اتلعب كل البطولات اللي انتهت داخله في التصنيف اللي حضرتك داخله في التصنيف اللي هو النصف الشهر النصف سنوي او النصف السنوي عفوا. محمد ايهاب تصنيف اول الحمد لله في وزن 77 ساره سمير تصنيف ثاني ولكن لو في منافسه مع اللي هي خدت تصنيف اول كان يعني ساره تعديها. لا ومكانتنا عالميا في اي رياضه ان يبقى عندنا لاعب او لاعبه هو الثاني عالميا في وزنه ده امر مش قليل يعني لازم غير ان انت بعض اللاعبين الاخرين في التصنيف العشر الاوائل على مستوى العالم. ده يعني انا شايفه يعني حاجه كويسه جدا قوي للاعبتنا هتفتح نفسهم زياده البطولات العالم او بطوله العالم القادمه ان شاء الله. بدايه تاهل لدوره الاولمبيه اللي حضرتك اتكلمت عليها هيبتدي من اول شهر 11 ايضا على مستوى الناشئين يعني تحت 20 سنه كان في بطوله عالم شهر 6 اللي فات ده واللعيبه يمكن بقى معظمها اول مره يشاركوا في بطولات خارج مصر. الحقيقه برضه حققوا يعني نتائج جميله جدا يمكن 4 ميداليات ذهب 4 فضه واثنين برونز. يمكن اسماء جديده يمكن الناس ما تعرفهاش احمد عاشور محمد هشام بالاضافه لساره سمير واسراء اللي هم القدام شويه احمد كامل يعني اسماء لسه جديده ولكن اثبتت ايضا جداره وتثبت المقوله اللي انا بقولها ان فعلا احنا موهوبين في هذه الالعاب. يعني في اسماء كمان واعده الاتحاد شايف انها طبعا هيبدا يراهن طبعا عليها في احمد عاشور ده اول مره يلعب بره مصر خد تاني عالم ناشئين وكان يعني بيعافر مع الاول. يعني محمد هشام خد ثالث عالم قبل كده تحت 17 سنه ما بيشارك في اول مره في 20 سنه برضه بياخد ثالث برضه ده يعني شيء ممتاز. احمد كامل اول مره يطلع بره مصر خد رابع.
فالحقيقه ليه احنا اميز يا كابتن محمود في اللعبات الفرديه؟ في كذا حاجه، يعني في ناس بتقول، حضرتك قول لي ايه الصح وايه الغلط من الاراء دي اللي الناس بتقولها في الشارع المصري. ناس بتقول التحضير لها يحتاج امكانات اقل ماليا، معسكراتها مش بتعقيد الفرق الجماعيه، فرق الكوره او الهاندبول او الباسكت الى اخر اللعبات الجماعيه. في ناس تانية بتقول بيبان فيها الموهبه، الجانب الجيني عند اللاعب وقدراته اللي هي بتفرق بقى بين هنا لاعب مصري ولاعب امريكي ولاعب ياباني من اي دوله في العالم. ايه اللي حضرتك شايفه من خبراتك الحقيقيه؟ هي التانية اهم، اللي هي القدرات الفرديه. الموهبه الفرديه يعني الموهبه حاجه طبيعيه في بعض في المصريين في بعض الالعاب، احنا مميزين فيها بالطبيعه، منها رفع الاثقال. وده الحقيقه انا بشوفه يعني رؤيه العين على مدار السنين اللي انا فيها رئيس اتحاد، يعني كل شويه لازم تلاقي اتنين تلاته كده مميزين بيطلع. ومش عايز اقول لك هم بيتمرنوا فين، يعني الاماكن اللي بيبداوا فيها امكانيات يعني بسيطه جدا، استها امكانيات صعب صعب خالص، بيبداوا بمراحل حتى اقل كتير من التجهيزات اللي الاتحاد بيوفرها. يعني في لعيبه احمد عاشور مثلا او محمد هشام بقى من الفيوم وده من بني سويف، المكان اللي بتدربوا فيه مش عايز اقول صاله مش صاله، غرفه يعني لو البر جه كده يخبط في الحيطه دي، لو جه كده يخبط في الحيطه. والادوات نفسها المتاحه، الادوات طبعا على قدر الامكان بحاول اساعد، انما لما يطلع من مكان زي ده ومجرد ان احنا بناخده في المعسكرات الاتحادات سنه او سنه ونص ويتدرب بقى في مناخ كويس بعد سنه بس او سنه ونص يطلع منافس وبطولات عالم، دي يعني لو شفتها في اي دوله بره مش هتلاقيها، مش ممكن يقدر ينافس. ده جانب بقى في قدرات نفسيه عند اللاعب وجينيه، صحيح. امكانات فيه فطريه يعني بالامكانات الضعيفه دي وبيطلع ده انا عايز اثبت نفسي ورغم امكانياته الضعيفه لا ده انا اقدر انافس، دي بتبقى حافز ايجابي. كان قبل كده بيبقى حافز سلبي، يعني انا كنت فاكر كنا ما بنطلع نشوف امكانيات بره دي بيحصل لنا نوع من الاحباط. دلوقتي الحمد لله قدرنا احنا نغير المفهوم ده، ان لا ده انت برغم امكانياتك دي الضعيفه لكن امكانياتك البدنيه وحافزك الداخلي هتقدر تعمل حاجه، وده فعلا اللي بيحصل وانت بتنافس دول عريقه. هل عندكم في رفع الاثقال، يعني كنا دايما نعرف ان الكوره فيها كشافين اللي بيدوروا على احسن العناصر ودي حاجه تاريخيه، هل رفع الاثقال فيها نفس الشكل ده ولا رفع الاثقال بتبداوا تدوروا في المحافظات على اللاعب اللي بيقولوا انه الافضل في اللعب، تبداوا بقى ده الاقرب لانه يكون جاهز وتبداوا تشتغل عليه؟ يعني عايز اقول لحضرتك في عندنا ناس بتشتغل بلا مقابل وده حقيقه فعلا، ومجرد قعدته في الصاله ان هو يتفرج على اللعيبه يتمرنها ويجيب اطفال يعلمها يبدا يشوف مين المميز، يعني دي متعته فعلا، يعني يمكن عددهم قل دلوقتي بس في بعضهم موجودين في اسيوط وفي سوهاج وفي الفيوم وفي الغربيه وفي الداهليه ومستعدين تسمعوا عن اي حاله حد بيقول لكم انها مميزه. يعني حضرتك لو جالك اتصال من حد مش متخصص قال لك تعالوا او يعني هنبعت لكم حد تشوفوه او يا ريت تبعتوا لنا مندوب عن الاتحاد في عندنا حاله شايفينها مميزه جدا، لاعب شايفينه او لاعبه بتهتموا فورا باي اتصال منه؟ يمكن اخر حاجه دوره البحر الاخيره لاعب مصطفى وحيد نعرفه ناشئ صغير، يعني اما تعدى مرحله الناشئين فبتبقى المرحله اللي بعدها عايزه جهد اكتر، فايه يعني نسى شويه كلمني يعني شخص ما قال لي مصطفى دلوقتي، وفعلا لقيت مستواه ما شاء الله خدناه راح جاب فضه في دوره هو بقى اشتغل في الفتره دي على نفسه، اشتغل على نفسه واتمرن كويس. دي بقى الحته اللي احنا اللي نقصانا شويه، يعني انا كاتحاد مش اقدر اخد كل لعيبه اكيد طول الوقت اقدر اعدها، انما باخد المميز فيهم. الاماكن بقى اللي بره يعني بره الاطار الرسمي للاتحاد، يعني دي مهمه جدا بيساعدنا فيها شويه الحقيقه المؤسسات العسكريه، الانديه المؤسسات العسكريه، ايضا بعض الانديه زي الكهرباء الترسانه الاولمبي في الفيوم برضو النادي المحافظه، الانديه دي بتساعد بهذا الشكل، لكن احنا عايزين اكتر شويه. يمكن انا اول مره اكون ضيف في قناه الاهلي، سعداء بوجودك معانا، تسعدني يعني جدا فعلا، ده دليل ان ده مؤشر ان الحمد لله ماشيين كويس. الانديه الكبيره انا اتمنى ان هي تبقى يعني تتبنى بعض هذه الالعاب لان هتفرق كتير قوي معنا. تتمنى الانديه الكبيره في مصر تدخل على خريطه الانديه الكبيره دي مش موجود فيها الرياضه رفع زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بدا الحقيقه وبدا يعني ياخد خطوات كويسه، الاتحاد الاولمبي، في يعني الانديه دي هتفرق كتيره مع اللاعب نفسه
المكان هيلاقي مكان كويس يتدرب فيه. احنا كاتحاد نقدر بادوات او ما شابه نقدر او مدربين نقدر نساعد في في, في كده، لان دي الرياضه زي ما حضرتك قلت الشق الاول ما بتصرفش، لا بقى بتصرف يصرف وتصرف كتير، مش زي ما الناس متخيله تدريباتها طبعًا او معسكراتها مش بسيطه. انا هقول لحضرتك يعني حاجه صغيره بند صغير كده، احنا المكملات الغذائيه عندنا شكل اساسي، لان هي تتمرن مجهود مش عايز اقول لك عامل ازاي، بتشيل حديد يعني حاجه صعبه عشان تاخد المردود اللي عايزه على اداء اللاعب والاوزان اللي بيشيلها لازم تكمله، لازم يبقى في مكمل غذائي يساعده على بذل مجهود اكتر، يساعده في سرعه استشفاء عشان يقدر يتمرن في اليوم مره واثنين وثلاثه. التكلفه الحاليه للاعب في الشهر، انا بقى بعد لاعب بطوله عالم مش يعني مش مستوى محلي، ما تقللش من 5 إلى 6 آلاف في الشهر على بس المكملات الغذائيه دي، لسه الاقامه لسه الاكل والشرب والتدريب والوسائل المساعده للتدريب ما كانتش موجوده قبل كده. كان مثلا عندنا في الجهاز الفني ما عندناش واحد متخصص في التاهيل، ده بقى حاليا متواجد شيء كويس وفعلا تأهيل بمعنى فكرة برنامج الاستشفاء بين التدريبات ولا العودة والتأهيل بعد الإصابات عشان يرجع ده وده. بعد التدريبات بيبقى في تدريبات خاصة لسرعة الاستشفاء زي الاسترتشات عشان ما يجيلوش أي أوفرلود على أي عضلة أو إصابة، في فترات بالذات اللي هي اللعيبة شغالة فيها دلوقتي فترة الإعداد بيبقى فيها التحمل كتير فبيحتاج سرعة استشفاء سريعة، فبرضو اللي بيؤهل لكده بيساعد بشكل كبير وده عايز شخص له تكلفة لأنه شخص مؤهل بالظبط، ده موضوع علمي بحث طبعا تغذية لازم يبقى فيه مسؤول تغذية. دي الخطوة اللي إن شاء الله اللي جاية نقدر إن شاء الله نعملها. طبعا التدليك وما شابه ده برضو لازم يبقى ليه مكان، كل دي بقت من أساسيات اللعبة، كل دي أساسيات خلاص. يعني كل دي أساسيات حاليا، مكان التدريب نفسه طب هل حضرتك بتطلب من الإعلام يهتم، الإعلام الرياضي في مصر يهتم ويدي مساحة أكتر للكلام ده؟ هل ده هيفرق معاك وهينعكس على النتائج؟ الإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي الحقيقة يعني طبعا فترة فاتت الحمد لله يعني لاعبتنا اصبح ليهم اسم، يعني حضرتك دلوقتي تعرف مين محمد اياب، مين ساره سمير، مين شماء، مين رجب، يعني دي ده مكسب كبير جدا، ولكن الناس مع الوقت بتنسى. يعني النهارده اياب وساره في معسكر مغلق او بقيه الفريق ككل عشان بطوله العالم كمان شهر 11 شهر بطوله عام كبار وبدايه التاهل للدوره الاولمبيه في طوكيو، فالناس لازم على الاقل تتابع، بلاش تقابلهم بلاش تعمل معاهم، لكن البطولات اخبار عندها متابعه اخباريه في يعني الصحافه البطولات اللي هم لعبوها مثلا لما تتذاع في التلفزيون وفي وقت مناسب ما تبقاش 3 4 الصبح محدش يشوفها، الناس هتبقى متابعه محمد ده بيستعد لكذا، ساره شيماء تتمنى على الاقل يبقى دايما في تقارير عن ابطالنا وعن استعداداتنا، ده هيفتح لنا مجال يمكن الحمد لله وفقنا فيه لسه ما كملش بشكل كبير، الناس هتعرف ابطالنا، هتلاقي في ناس حابه الحكايه دي وحابه تشجعهم، بيدوروا ازاي نساعدهم، طب نرعاهم ازاي او ده ينشر اللعبه اكتر، ده فرق معانا الفتره اللي فاتت الحقيقه، ويعني يمكن عملنا حاجه الحمد لله كاتحاد اول مره تتعمل ان احنا عملنا زي عقد رعايه للمنتخب مع مؤسسه الهرم، مؤسسه كبيره و هتقدر تجيب لي رعاه، يعني الراعي كان دايما بيدور ايه المردود، طب انا هديك ايه المردود اللي عايد عليا، هنول ايه اللي هكسبه بقى، بلاش مادي، طب اعلاني دي ما كانتش موجوده، فوكاله زي دي كبيره وكاله ارام هتقدر تغطي المردود ده بالنسبه للراعي وهتشجع الناس ان لا ده احنا نشجع طالما هيبقى في مردود حتى بلاش مادي اعلامي على معنوي ان الراعي ده يجد مردود له ظهور له في الاعلام، يعتقد يعني حاجة كويسة برضو هتساعد بشكل كبير في نشر اللعبة، ده أكيد إن شاء الله هتساعدنا إن احنا ما نجيش في وسط مثلا برنامج تأهيل لبطولة عالم ولا بطولة مهمة ويجي في النص نقف عشان ما عندناش فلوس، فهتخليك ده وده اللي فرق معانا في ريو جانيرو، على مدار سنتين ما فكرناش في الفلوس، حطينا البرنامج الفني بسبب اتفاقاتكم التسويقيه الخاصه بقوه الرعايه دي الحياه الوزاره ساعتها هي اللي وفرت
الأمان، الوزارة هي اللي وفرت المبلغ ده. ليه؟ لأن شافك ماشي كويس ونتائجك ماشية كويس، فبدأ أنت عايز كام؟ عايز هل ده مستمر لحد دلوقتي؟ هل تمويل الدولة يعني آخر لقاء مع الدكتور أشرف صبحي كان يمكن من قبل العيد، يعني هو ده اتجاهه فعلا. الدكتور أشرف طبعا أكاديميا طبعا حاجة يعني تشرف أي مكان، زائد أنه عارف المكان، يعني كان موجود في الوزارة على مدار سنة ونص مساعد وزير، فعارف المكان وقد توجيهات، يعني حطوا لي بس برنامج وشوفوا التكلفة هتبقى دي. ده مهم جدا بالنسبة لكل الألعاب، ومرحب بتمويل البرنامج طبعا اللي طبعا طبعا طبعا، لأن أنت ما عندكش ألعاب كتير هتقدر تنافس فيها، خلينا واقعيين يعني. حتى الألعاب الفدرية مش كلها هتقدر تنافس فيها، فأنت الدول الكبيرة بتعمل كده، بتركز على الحاجة المميزة فيها، لأن هي دي الصورة أو الواجهة بتاعتها. احنا ترتيبنا فين حاليا يا كابتن محمود؟ لو اتكلمنا أولا على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريقي، هل احنا في الصدارة ومين بينافسنا في المنطقة؟ الحمد لله على المستويين العربي والأفريقي احنا في الصدارة في جميع المستويات. مين أقرب المنافسين لينا في أفريقيا؟ أقرب الدول لينا نيجيريا، ترتيب كده، نيجيريا، تونس، جزائر، كاميرون، ده الترتيب التنافس بتاعنا. على المستوى العربي افضل الدول برضو بالاضافه لتونس والجزائر، العراق طبعا مميزه، والسعوديه طالعه، يعني السعوديه مستواها بيتقدم يعني السعوديه كان طبعا دكتور خالد اوراني اللي هو كمدير فني حاليا بيشتغل في السعوديه، الحقيقه عمل طفره جيده جدا للفريق. طبعا المنافسه حلوه ومطلوبه، بتشجع لعبتنا ما يبقى فيه منافسه، واحد اثنين ثلاثه في الميزان، بتطلع الموهبه اللي هو اللعب دي اكيد في الالعاب الفرديه بالذات. يعني على مستوى العالمي ما فيش دوله طبعا بتبقى بطله العالم في كل الاوزان اكيد، بيبقى دايما، لكن في دول ارتبطت عندنا يعني في الاذهان، دايما كنا نشوف الرباع يعني من دول معينه، نشوف حد من الصين، حد من تركيا، يعني في مين الدول المميزه حاليا اللي احنا بنقول ان دايما هي جزء من المنافسه في كل بطوله؟ دايما دول الصين طبعا، يعني دي من الدول المقدمه، الدول اللي هي الاتحاد السوفيتي القديم زي روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، اوزبكستان، حتى الان برضو اذربيجان وارمينيا، كل دي دول مميزه في اللعبه حتى الان. اي نعم مش كل الاوزان، ولكن هي عندهم دايما هي افضل الدول حاليا. امريكا حاليا اهتمت باللعبه وبداوا يجيبوا مدربين اجانب شويه، واحد ايراني وواحد يوناني اللي كان بطل كبير يعني، فبدات فعلا تتدرج في المنافسه يعني. فدي اميز الدول. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك كابتن محمود. معانا على الهاتف بطلنا المصري العالمي الكابتن محمد ايهاب. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بيك كابتن محمد، سعداء بمشاركتك معانا. ومعانا طبعا في الاستوديو الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد. الخير يا كابتن محمود. مساء النور يا ابو محمد، اهلا بيك حبيبي. كابتن محمد، بنتكلم كنا قبل ما نبدا في مشاركتك معانا على الهاتف في مستوى المنافسه بالنسبه لرفع الاثقال في مصر على المستوى العربي والافريقي والدولي، والامر بيختلف من وزن لاخر. في وزن بطلنا محمد ايهاب، مين اقوى المنافسين اللي بتبقى دايما عارف ان هم اللي هيواجهوك في التصفيات النهائيه او على المنافسه على اللقب نفسه؟ من اي دوله اقرب المنافسين لمحمد ايهاب؟ والله هو دلوقتي بعد تغيير الموازين القديمه وفي موازين جديده، لسه اول بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله في الموازين الجديده، وهنشوف بقى المنافسين اللي قدامنا ومستوياتهم، ولكن طبيعي اللي هم الصين وكازاخستان، امريكا، روسيا، بيلاروسيا، ارمينيا، الدول معروفه يعني وعندهم لعبه او اثنين بيبقوا معروفين بالاسم يعني. طيب هل احنا بنتقدم دلوقتي؟ كابتن محمود بيقول ان احنا قوتنا في رفع الاثقال بتزيد في الفتره دي، الحمد لله رب العالمين بفضل النتائج اللي بتحققها وزملائك وزميلاتك، اعتقد ان هيبقى لنا شان اكبر كمان مستقبلا في رفع الاثقال يا كابتن محمد، رايك ايه؟ الحمد لله يعني الفتره دي من ازهى فترات رفع الاثقال، بقى لنا تصنيف عالمي، وبقى لنا وجود في كل المحافل الدوليه بميداليات، بقى لنا وجود على منصات عالميه ومنصات اولمبيه في كل دوره بنكون فيها، والحمد لله دلوقتي يعني الدعم وثقه الوزاره واللجنه الاولمبيه والمؤسسات العسكريه كلهم ثقتهم في رفع الاثقال ان هي يبقى ليها رصيد الفتره الجايه، وتشرف مصر في بطولات العالم والدورات الاولمبيه، ودعم الاتحاد طبعا على طول السنه على الدوام، واي حد موهوب واي حد عايز ينجز وينجح طبعا بيبقى الدعم كله ليه.
طيب كابتن محمد، طموحك ايه كلاعب؟ اصبحت بطل العالم، ازاي ما يتاثرش طموحك او ما يتوقفش في المرحله دي عشان تقدر تحافظ على مستوى المنافسه وقدرتك على تحقيق انجازات في الفتره الجايه؟ والله بالنسبه لنا القمه الحقيقيه هي الدوره الاولمبيه، والحمد لله وصلت البرونزيه الاولمبيه في ريو في ريو جانيرو 2016، وبسعى ان شاء الله نجيب الذهب في 2020، وربنا معانا ان شاء الله وبنسعى على قد ما بنقدر. معانا جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن محمد موسى الديب وكابتن محمد حسني وكابتن محمد ايسر نجار، شغالين ليل ونهار بيخططوا عشان نقدر نوصل لاعلى مستوى ونحطم الارقام العالميه الاولمبي ان شاء الله. يعني هدفكم الاتحاد وهدفك الشخصي كبطل مصري تحقيق ذهبيه اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. ان شاء الله بارقام اولمبيه كبيره باذن الله. باذن الله. طيب هل التنسيق والتواصل بينكم بين مجموعه الابطال واللاعبين المصريين وبين المسؤولين في الاتحاد ماشي بشكل كويس؟ هل الكابتن محمود واعضاء مجلس الاداره بيسمعوا شكواكم من اي امر؟ بياخدوا ارائكم؟ بتتبادلوا الحديث طول الوقت عشان توصلوا لحلول لاي مشكله بتواجهكم في برامج الاعداد؟ اكيد طبعا في تناسق طبعا. لو ما كانش في تناسق ما كانش يبقى في نتائج على في كل مرحله عمريه. يعني عندنا 17 سنه بابطال افريقيا وابطال عرب وابطال عالم، عندنا في 20 سنه نفس الكلام، الكبار نفس الكلام، ابطال اولمبيين كبار جدا موجودين مخضرمين ان هم يسندوا الفتره الجايه في البطولات التاهيل ولحد الدوره الاولمبيه. وان شاء الله يعني مصر ولاده على طول، والاتحاد فاهم متطلبات اللعبه، كل اللي موجودين المسؤولين دلوقتي هم ابطال وعارفين كل المطبات وكل التحديات اللي هي بتظهر في الطريق. ايه الحاجه لو هنختتم الحوار بانك بتوجه رساله للمسؤولين في الدوله، مع تاكيدك طبعا على ان الاتحاد بيقدم كل المطلوب، لكن لسه في مشكله بتقابلكم بتقابلك وبتقابل زملائك وزميلاتك وبتتناقشوا في انها لو اتحلت هتفرق معاكم جدا في الاداء والنتائج، هل في حاجه محدده حابب توجهها كرساله لكل المسؤولين عن الرياضه في مصر، ولا شايف ان الامور بشكل عام ما فيهاش مشكله رئيسيه وماشيه بشكل كويس؟ لا، هو في جزء بس خاص بالمكافئات، بيبقى في خصم على المكافئات. يعني لو اثنين لعيبه خدوا ميداليتين ياخد حقهم، لو واحد خد ميداليتين ممكن ياخد ميداليه وربع، ميداليه ونص، يعني لو ثلاث ميداليات ياخد ميداليتين او ميداليه. نظام المكافئات ما بيديش المكافئات كامله للعيبه. لان ليها حد اقصى، بيبقى بحد اقصى كذا، ما ده هنناقشه، بيبتسم الكابتن محمود هنناقشه في التفاصيل دي علشان طبعا نحافظ على حقوق اللاعبين. يعني بتتمنوا اللاعب بطلنا اللي بيحقق نتائج عالميه يحصل على مكافئاته كامله، ما يبقاش في بند اسمه بحد اقصى. وفي مكافئات بقى لها 10 سنين لسه ما اتغيرتش، فبرضه مع تغيير الزمن وتغيير المتطلبات والتحديات اللي موجوده، فالمكافئات مش هي المجزيه على قد المجهود، وان السنه كامله افضل محافظ على مستوايا ومحافظ على نفسي وشايف المنافسين واحاول ان اوصل لهم. ليميت المجازفات دي بقى اقل شويه لما بلاقيش تقدير في الحته دي. لانها بتفرق معاكم نفسيا يعني كمان. طبعا انا لما هتعب واجيب ثلاث ميداليات تديني حقي في الثلاثه، ساعتها هموت نفسي على كل ميداليه. اكيد. لكن لما اجيب ثلاثه وتديني ميداليه خلاص هي كفايه ميداليه، واوفر للي جاي عشان اقدر اكمل الست بطولات التاهيل واقدر ان انا اوصل للدور الاولمبي. بشكرك جدا بطلنا العالمي الكابتن محمد ايهاب، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق ان شاء الله مع زملائك ابطالنا في كل البطولات اللي هتشاركوا فيها وفي مقدمتها دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 ان شاء الله. هرجع بالحوار او ابدا مع الكابتن محمود مره ثانيه من حيث انتهى محمد ايهاب من كلامه. ليه الحد الاقصى موجود؟ ليه لو لاعب بيحقق ثلاث ميداليات مثلا قيمه الواحده 10,000 او 20,000 او 50,000 ما ياخدش ال 150,000؟ ليه ياخدها بقيمه ميداليه وربع او ميداليه ونص؟ وايضا ازاي نغير بما يوازي متغيراتنا الحاليه في مصر اقتصاديا، قيمه اسعار كل حاجه، التضخم، كل الحاجات المعيشيه اللي الناس طبعا بتعاني منها في اي دوله فيها عمليات اقتصاديه بتؤدي الى تغيير في مستوى المعيشه او في الظروف الخاصه بالدخل ومتوسط الاسعار وكل شيء. ليه ما نعدلش الحاجات اللي قال عنها بطلنا محمد ايهاب ان بقى لها قيمتها محدده بقى لها 10 سنين مثلا؟ راي حضرتك ايه؟ طبعا ده شيء انا نفسي كمان بتمناه، مش محمد ايهاب بس. اللاعب بيبذل مجهود في بطوله ما او في دوره ما، بيكسب عدد من الميداليات، العدد ده يتحط في رصيد مصر. يعني لو اتشالت واحده الرصيد هينزل واحده. فبالتالي انا شايف ان مش رافع الاثقال بس السباحه نفس الحكايه، ممكن مصارعه روماني احنا بنتكلم عن اللعبات الفرديه عموما يعني. فاعتقد ان ده من رصيد مصر، وبالتالي اللاعب يستحق ان هو ياخد مكافئته كامله، ما ياخدش على ميداليه او ربع زي ما حضرتك قلت كده. دي لائحه مش الاتحاد. طب فلسفه ده لما بتناقشوه مع المسؤولين اللي في ايدهم القرار اللي ممكن يصلوا لقانون في تعديل لهذا الامر وبالتالي اللاعب يحصل على مكافئته؟ هي لائحه مكافئات تحط في الوزاره،
انا اعتقد ان لازم تتغير لازم، لان دي بيأثر فعلا سلبا على اللاعب، ان هو بيشوف ان هو بيعمل مجهود كبير جدا وفي الاخر ما بياخدش حتى بطولات العالم. يعني محمد عرف في بطوله العالم اللي هي الاخيره واخد 3 ذهب، يعني خد مكافئته يعني مش كامله، مش على مستوى ده، لا مش كاملة. على مستوى الانجاز كان بطوله عالم كبار يعني اقصى او اعلى مستوى تنافسي، وبالتالي وفقا للائحه ما خدش قيمه الثلاث ميداليات ده، ما خدش الثلاث ميداليات، وبالتالي قيس على كده بقى بقيه بطولات عالم الناشئين وبطولات افريقيا و بالاضافه لجزء مهم جدا اللي في مكافات تاخر في بعض البطولات، مكافات تاخر وفي لعيبه والله بتبقى مخصصات بتجيلكم الوزاره، يعني بتجيلكم الوزاره طبعًا الاتحاد. يعني مش الاتحاد هو اللي مش مسؤول هو عن تمويل المكافات، احنا مجرد بس بناخد مكافاه نسلمها واول ما بتيجي بسلمها اللاعب. طيب سؤال تاني، هل التعديل بس من الناحيه القانونيه عشان المشاهدين يبقوا عارفين التفاصيل اكتر، حضرتك بتؤكد ان ده تعديل ممكن ياتي من الوزاره نفسها، قرارات من الوزاره وليست في حاجه الى قانون من مجلس النواب؟ لا لا لا، دي لائحه الوزاره بتضعها، الوزاره هي اللي عاملاها. حتى يعني كان قبل كده بياخد عن ميداليه واحده، يعني لو جاب 13 ميداليات ذهب زي اللاعب، اللائحه سايبه للوزير المختص ان هو يعني ممكن يزود بشكل ما او يعني في الحاله دي حضرتك بتؤكد ان اللائحه كانت لو واحد رجع لنا بخمس ميداليات ذهب من بطوله العالم واحد رجع بميداليه واحده هياخد نفس القيمه الماليه؟ طب فين ده يعني فين العداله في ده اللي احنا بنقول عليه، يستحق كل شخص ده اللي انا بقول عليه. انا شاركت في بلاش رفع اسكار عشان مش بتحيز السباحه مثلا، مش يعني ابطالنا بيلعب 150 و200 وياخد اول في الثلاث ايفنتات دول. طب هو نزل فعلا في المسابقه دي وكسب وعمل مجهود واتمرن على كل ايفنت، لا كل ايفنت ليه شكل في التدريب، فبالتالي بطوله خاصه لوحدها لكل مسابقه، فمن حقه ان هو ياخد المكافاه على. طيب هل في امل في تعديل ده؟ اكيد ناقشته ده كتير، اعتقد ان لازم يبقى فيه، مش يعني احنا طب هل حضرتك بتتوقع انه الامر يتغير باعطاء النسب كامله، يعني اللي ياخد 10 ميداليات ياخد قيمته ولا يتغير بنسبه انه يبقى الحد الاقصى ده يعني يتم مضاعفته مثلا؟ ليه ما ياخدش على الميداليات كلها؟ ليه؟ هي مثلا دوره الافريقيه بتتعمل كل كام سنه؟ كل 4 سنين. دوره البحر المتوسط بتتعمل كل كام سنه؟ كل 4 سنين. فزائد ان لازم نبص للالعاب دي، اللاعب بيصرف على نفسه. انا كاتحاد بحاول اوفر له الحد الادنى اللي انا اقدر عليه، ان هو عايز اكتر من كده، لكن بتؤكد ان اللاعب بيتحمل تكلفه على مدار السنوات 100%. محمد ايهاب نفسه كان بيتكلم شويه وهو بطل العالم، بطل العالم بيشتري حاجات على حسابها اضافيه، على الاقل مجيب اكل زياده لنفسه، لان مش كل الحاجات اللي هو محتاجها كبطل، لان انا مش هقدر بتوفرها له ميزانيه انا التحدي. مش هقدر اوفرها بالميزانيه الاتحاد، لان انا عندي زي محمد ايهاب مثلا فرقتين كاملين، لازم عشان اعمل نتيجه لازم اطلع بفرقه كامله، فبالتالي لازم اصرف على الفرقه كلها، مش هقدر اصرف على واحد بشكل مميز هتعمل لي اشكاليه كبيره جدا. طب هل تعتقد حضرتك ان الوزاره بمفردها تقدر تحقق هذا المطلب، ولا الامر لان ده له سقف مالي لازم يخصص، فبالتالي لازم الرجوع فيه لرئيس مجلس الوزراء في حاجه زي يعني ده يعني هو بيتم العرض طبعا على ان احنا على رئاسه الوزراء، ولكن اللي بنتكلم عليه فين دور بره الحكومه وبره الدوله، فين دور ده فين؟ يعني مش لازم مردود الشركات ورجال الاعمال بالظبط، ده دور خلينا نسميه دور وطني، انت بتساهم في رفع اسم البلد في مجال ما، مجال الرياضه ده هو الصوره اللي بتعكس الدوله ماشيه ازاي، وفعلا وبتفرق كتير جدا لما الدوله او لاعب من مصر بره بيرفع علمه بيقولوا ده مصر كسبت، محمد ايهاب ولا ساره، لا ده مصر اولى او ثانيه. عندك حق. طيب اخيرا كابتن محمود، محمد ايهاب وعدنا بطلنا المصري العالمي بيقول ان انا مركز على باذن الله الفوز بذهبيه دوره الالعاب الاولمبيه 2020، ايه التارجت، ايه الاهداف المحدده في اجنده عمل وبرنامج عمل اتحاد مصر لرفع الاثقال في الفتره الجايه؟ ده التارجت الاساسي الاولمبياد، لان ده اعلى مستوى ممكن لاعب يوصل، لكن عشان توصل للاولمبياد ده لازم في محطات انت لازم تعدي عليها. ايه اهم المحطات؟ اهم حاجه عندنا مثلا اول محطه لمحمد ايهاب وزمايله بطوله العالم شهر 11 القادم ده في تركمانستان، ده اول
بداية التأهل. على مدار سنة ونص بقى لازم محمد إيهاب وزمايله يشاركوا في 6 بطولات على مدار 6 سنة ونص عشان يقدر يتأهل للدورة الأولمبية. طبعا كم من البطولات كبير ومحتاج إمكانيات كبيرة، هنحاول بقدر الإمكان نوفر، يمكن الرعاة يعني الفترة الجاية يستجيبوا للدعوات، يستجيبوا وأنا يعني أنا شايف إن شاء الله عندنا ناس تجيب مدليات. خلاص يعني الشغل إن شاء الله في الفترة الجاية هيكون بجدية شديدة جدا بنفس درجة التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية، أكيد لأن كل المحطات دي حضرتك بتؤكد إنها هتساعد بإذن الله في حالة النجاح فيها على تحقيق نجاح أولمبي إن شاء الله. طبعا طبعا موفقين، نتمنى كل الجهات المعنية اللي حضرتك طالبت أنها تقدر توفر لكم مناخ أفضل وتكمل وتسهل مهمتكم في تحقيق مزيد من النجاحات، تساعد الاتحاد على أداء مهمته بأفضل شكل، وتساعد أبطالنا كمان على الإبداع وتحقيق نتائج وإنجازات أكبر إن شاء الله. نتمنى ده يتحقق بمشاركة كل الأطراف في الفترة. شكرا جدا على الاستضافة، طبعا بشكر الجهاز الفني للفريق القومي واللاعبين ومجلس إدارة وكل الأندية اللي هي في الاخر النجاح ده كله بينسب للكل مش لشخص محمود، لكن كل دول بيساعدوا على هذا النجاح، وبشكرك جدا. بشكر حضرتك على وجودك معانا، وان شاء الله تتكرر هذه اللقاءات ونسعد بيك وبالمسؤولين في الاتحاد وبكل ابطالنا في كافه اللعبات على شاشه قناه الاهلي. الكابتن محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، اسعدتنا بوجودك معانا وشكرا جزيلا. شكرا محمود. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لكم على متابعه هذا الحوار. فقراتنا مستمره من خلال الاهلي ليلة، ابقوا معنا، فاصل ونعود، وبعد الفاصل هتلتقوا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والمتابعة المتميزة والتغطية المتميزة اللي بيقدمها لنا من خلال حلقات الأهلي الليلة عن كل ما يتعلق بالملاعب العالمية وكرة القدم العالمية والأخبار وصفقات الانتقال من نادي لآخر وبورصة التوقعات كمان وبورصة اللاعبين وكل الأمور، أبرز الأمور الفنية والتسويقية المصاحبة لعالم كرة القدم في ملاعب العالم المختلفة. وهترك حضراتكم ليكون كمان ختام هذه الحلقة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله والفقره الاخيره من البرنامج فقره الكره العالميه. اكيد السبت والحد بيكونوا ايام مهمه جدا في الدوريات الاوروبيه والدوريات العالميه، ابرز الاحداث ابرز المباريات بتكون من خلال يوم السبت والحد ده الخصيم بالدوريات العالميه. اما طبعا ماتشات الشامبيونز ليج اللي هتبدا في الثلاث والأربعة بتبقى خاصة بالشامبيونز ليج أو بدوري أبطال أوروبا، أما يوم الخميس بيكون يوم خاص بالدوري الأوروبي. طبعا كان في مباريات أقيمة اليوم في الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي، هنستعرض معكم أو هقول لحضراتكم سريعا أهم النتائج اللي حصلت اليوم في بداية بالدوري الإنجليزي. وواتفورد بيفوز على كريستال بالاس 2-1، أما فولهام بيفوز على بيرنلي 4-2، نتيجة كبيرة جدا أكيد 6 أهداف في مباراة وحيدة، أعتقد حاجة طبيعية جدا بالنسبة للدوري الإنجليزي. أما المباراة اللي كانت مرتقبة ومنتظرة مباراة نيوكاسل وتشيلسي، والمباراة انتهت بفوز تشيلسي 2-1. المباراة بدأت في ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، تشيلسي بدأ التسجيل في الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء لإيدن هازارد، بعدها نيوكاسل بيتعادل في الدقيقة 83 وخلاص باقي 7 دقائق وتنتهي المباراة، لكن بخطأ من لاعب نيوكاسل يعني هدف في مرمى، ويعني تشيلسي فوز مهم جدا لموريسيو ساري في مسيرته مع نادي تشيلسي، لكن 3 نقاط 2-1 في النهاية بيتم حسمها للنادي اللندني. طبعا يعني لو اقول لحضراتكم ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، ليفربول في المركز الاول 9 نقاط بيتساوى مع تشيلسي ايضا ب9 نقاط، وفريق واتفورد اللي فاز النهارده ايضا ب9 نقاط، السيتي في المركز الرابع، بورنموث في المركز الخامس، توتنهام في المركز السادس. وبالمناسبه ان شاء الله بكره هيكون في مباراه الساعه 9 بتوقيت القاهره، هي قمه منتظره ما بين فريق توتنهام هوتسبيرز ومانشستر يونايتد الانجليزي. انا اعتقد ان مورينيو
يعني لقاء مهم جدا بالنسبة له. لو حصلت فيه أي نتيجة سلبية ممكن نشوف تغييرات في صفوف الشياطين الحمر. هل مورينيو هيكمل مع مانشستر ولا لا؟ الصحافة بتنتقده، اللعيبة بترفض أن هي تتعاقد مع فريق مانشستر بسبب مورينيو وسوء إدارته للفريق. في شكوى من لعيبة فريق مانشستر أن هي رفض إدارة مورينيو للفريق بشكل عام. فبالتالي هنشوف هل مانشستر هيقدر ان هو يحقق نتيجة ايجابية، ومورينيو يعني الصحافة تهدى عليه شوية وادارة فريق مانشستر تهدى عليه شوية بسبب الانتقادات الاذاعة اللي في الفترة الاخيرة. لكن خلينا اكمل معاكم، يعني مان يونايتد او الشياطين الحمر في المركز التاسع، ارسنال في المركز العاشر، يعني هادرسفيلد نادي رمضان صبحي في المركز 19 قبل الأخير عنده نقطة واحدة، أما وست هام يونايتد هو صاحب المركز الأخير بصفر من النقاط. الدوري الأسباني أهم لقاء هيكون الساعة 10:15 مباراة ريال مدريد وجيرونا. أما منذ قليل الساعة 6:15 كان في لقاء إسبانيول وفالنسيا، وإسبانيول عمل مفاجأة بفوزه على فريق فالنسيا 2-0. أما في نفس توقيت مباراة جيرونا وريال مدريد، إشبيلية هيلعب مع فريق فياريال الساعة 10:15. سريعا برشلونة في المركز الأول 6 نقاط، إسبانيول صاحب المركز الثاني 4 نقاط. ريال مدريد لو فاز في مباراته اللي هتقام بعد قليل هيتساوى في المركز الأول، وهيتساوى كمان في عدد النقاط مع فريق برشلونة. نروح للدوري الإيطالي. دوري إيطالي أكيد لقاءات مهمة جدا، أبرز اللقاءات أو اللقاء اللي شغال حاليا هو لقاء إنتر ميلان وتورينو، وأيضا بكرة هيكون الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة روما هيلاعب فريق أتلانتا. الدوري الإيطالي دوري قوي جدا، دوري أكيد كلنا مستنيين، دوري مختلف، لكن صاحب المركز الأول كالعادة هو فريق يوفنتوس متصدر، نابولي مركز تاني بتساوى مع يوفنتوس، وصاحب المركز الثالث فريق سبال الأكيد عامل مفاجأة لحد دلوقتي أنه يكون متصدر حتى لو لماتشين ب6 نقاط. لكن كلنا شفنا لقاء قوي جدا ما بين فريق نابولي وفريق إسي ميلان امبارح، واللي انتهى بفوز فريق نابولي 3-2. كده خلاص مع حضراتكم أبرز النتائج اللي موجودة. هنروح لصحف اليوم في إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا علشان نشوف بقى نجمنا المصري محمد صلاح بعد ما صعد بصدارة مع فريق ليفربول في المركز الأول. الصحافة اتكلمت عليه وقالت يمكن في معظم الأعداد أو الصحفية الصحف الإنجليزية، ويا ترى اتكلمت وقالت إيه على صلاح. طبعا العنوان الرئيسي بيقول صلاح يأخذ ليفربول إلى الصدارة، أما طبعا العنوان قدام حضراتكم صلاح تيكس كوب تو ذا توب، يعني واضح ان هو بيتكلم على انه اخذ سفينه ليفربول الى الصداره. طبعا في خبر تاني بيتكلم وبيقول ان جالاتا سراي بيتحرك من اجل التعاقد مع كاهل وولبك، وعرض العملاق التركي على نادي ارسنال، بيحاول نادي جالاتا سراي التعاقد مع 2 لعيبه او لاعب من طبعا كاهل وولبك. فهنشوف هل نادي جالاتا سراي هيستطيع انه يتعاقد مع الاثنين لعيبه ولا لا. وكمان في كلام على ديفيد لويس ان بعد انتهاء عقده ممكن ينتقل الى جالاتا سراي لو ما تمش تجديد عقده مع فريق تشيلسي. نروح للصحيفه الثانيه، صحيفه ميرور سبورت الانجليزيه، وكان محمد صلاح ايضا هو متصدر غلاف طبعا صلاح وفيرمينيو وماني. بتتكلم طبعا ان قمه ليفربول سجل صلاح الهدف الذي مكن ليفربول من الحفاظ على البدايه المثاليه ومن اخذ صداره الترتيب. وصرح كلوب انه قال 9 نقاط في 3 مباريات دون تلقي اي اهداف. اكيد طبعا مفيش بدايه احسن من كده في مسيره ليفربول في الموسم الحالي. نروح لصحافه سبورت الانجليزيه، ساندي سبورت الانجليزيه، ايضا محمد صلاح هو بطل الغلاف. بتقول ان محمد صلاح يشير للطريق نحو القمه، مفيش صوت في انجلترا بيعلو فوق صوت محمد صلاح بطل ليفربول وواحد من الاساطير اللي فعلا كتبوا تاريخ جديد مع فريق ليفربول. ده بالنسبه للثلاث صحف الخاصين بفريق ليفربول والصحافه الانجليزيه بشكل عام. شيء مهم جدا 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 ان نلاقي في يوم من الايام نجم مصري كبير زي محمد صلاح انه يبدا ان احنا نشوف الشكل اللي حضراتكم شفتوه ده
في صحف الإنجليزية. محمد صلاح ينقصه فقط لغير هو التتويج لبطولة الدوري الإنجليزي. هيكون إنجاز ما بعده إنجاز لو محمد صلاح إن شاء الله ربنا يكتبها له أنه يتوج بالدوري الإنجليزي ليصبح أول لاعب مصري. طبعا لاعب عربي حققها رياض محرز مع فريق ليستر سيتي. أيضا رياض محرز حقق أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكنه لم يحقق لقب الهداف. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي التاريخي بالنسخة الجديدة بالشكل الجديد بالعدد اللقاءات الأقل. كان في طبعا قبل كده أرقام قياسية لكن كان شكل الدوري الإنجليزي كان في لقاءات أكثر من كده أو أقل من كده في المباريات. وبالتالي محمد صلاح عادل النسبة. محمد صلاح بالشكل الجديد باللقاءات الأقل قدر إن هو يكتب رقم جديد لمسيرته مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي. لسه مكملين معاكم أخبار صحف اليوم. نروح لماركة الأسبانية وجدل قبل بس ما نروح يعني أو خلاص قدام حضراتكم الصورة نثبتها بس شوية عشان نتكلم مع السادة المشاهدين ونشرح إيه سبب في إن استعراض الصورة دي تحديدا. مباراة برشلونة امبارح مع فريق بلد الوليد على ملعب بلد الوليد اللي كان سيء جدا. اللي هتابع معاكم الأخبار اللي كانت موجودة في الصحف اليوم إن أولا برشلونة انتقدت بشكل كبير جدا ملعب بلد الوليد وقالت إن هو لا يصلح للعب في كرة القدم. امبارح برشلونة كان متقدم 1-0 عن طريق عثمان ديمبلي. في اخر دقايق من المباراة بلد الوليد احرزت هدف بالشكل اللي حضراتكم شفتوه لكن الحكم لغى المباراة. ماركا جريدة تنتمي الى ريال مدريد. طبعا ماركا عندنا سبورت برشلونة موندو ديبورتيفو عندنا برشلونة. فبالتالي ماركا من طبعا الصحف المتعصبه جدا لفريق ريال مدريد وهي خاصه لتغطيه ريال مدريد حط على الغلاف ان العنوان الرئيسي الفار ينقذ البارسا من التعادل وخساره نقطتين على ملعب بلد الوليد. ده اول تصريح اول خبر بالبنط العريض. اما تاني تصريح مكتوب على جريده ماركا ان بيكيه ينتقد ارضيه الملعب بيقول هذا عار ومؤسف. وطبعا اتكلموا على كريستيانو رونالدو اكيد النجم الكبير لفريق ريال مدريد السابق والحالي لليوفنتوس. قالوا كريستيانو يبدا في تورينو بفوز ولكن دون ان يسجل. طبعا امبارح كانت اول لقاءات رونالدو في ملعب تورينو ملعب الخاص بنادي يوفنتوس لكنه المباراه انتهت بفوز يوفنتوس لكن مانزوكيتش وبيانيتش هم اللي احرزوا الهدفين وبالتالي رونالدو لم يستطيع احراز هدف. لكن طبيعي جدا ان جريده ماركا تتكلم على رونالدو. ايضا اتكلمت على ان كورتوا زي ما احنا قلنا امبارح كورتوا هو اللي هيبدا لقاء النهارده على حسب التصريحات الخاصه بالانستجرام الخاص بكورتوا. طيب هو التشكيل الرسمي والرئيسي اللي نزل اللي اتبلغ بيه دلوقتي حالا ان نافاس هو اللي هيبدا المباراه. ماركا كانت رابطه صوره لكورتوا على الانستجرام بعنوان جاهز لمباراة غد لكن نافاس هو اللي هيكون موجود. لو بتيجي طبعا اكيد فضل ان الثبات على التشكيل حتى ممكن تكون مباراة خارج الملعب وبالتالي مش عايز يحط كورتوا تحت ضغط. لكن هنشوف هل كورتوا جاي ريال مدريد عشان يكون على مقاعد البدلاء ولا لا. هنكمل معاكم في نروح بقى للجانب الاخر فريق برشلونة وصحيفة سبورت الاسبانية وتتكلم على ايضا لقاء بلد الوليد. العنوان الرئيسي الفار يلغي هدف لبلد الوليد وديمبلي الحاسم يمنح 3 نقاط من ذهب في مباراة معقدة. البارسا يدين حالة الملعب أمر طبيعي جدا الملعب زي ما احنا شفنا. بيكي انتقدوا رئيس الرابطة لليغا الأسبانية انتقدوا وهنقوله في الأخبار في الفقرة القادمة. لكن أيضا إن البارسا بشكل عام عمل شكوى على أرضية الملعب وطالب طبعا أن الملعب يكون أفضل من كده في المباريات القادمة. وراكيتيتش إيفان راكيتيتش وصيف العالم ولاعب برشلونة خلاص يؤكد بقائه في برشلونة بعد ما تم رفض عرض مقابل 80 مليون يورو من نادي باريس سان جيرمان. راكيتيتش موجود مع فريق برشلونة واحد من القوة الكبيرة في نص ملعب برشلونة. برشلونة إنيستا خلاص بيعتزل يعني او قرب من الاعتزال وبالتالي مشي من برشلونه راح الدوري الياباني يلعب سنه وبالتالي يقدر يختم حياته بشكل كويس. وراكيتيتش خلاص موجود في برشلونه. ونروح من اسبانيا الى ايطاليا. ايطاليا طبعا مهم جدا نتابع اخبار كريستيانو رونالدو ونتابع اخبار يوفنتوس وميلان ونابولي. واول خبر معانا من صحيفه لاجازيتا ديلو سبورت الايطاليه اللي كانت طبعا بتستعرض يعني اسمى الغلاف الى نصفين. النصف الاول خاص بيوفنتوس
ورونالدو طبعا ودوغلاس كوستا. أما الجزء الآخر أو الجزء السفلي من الصحيفة صورة أنشيلوتي مع جاتوسو، طبعا تاريخ طويل جدا لجاتوسو مع أنشيلوتي، وبالتالي في أولى لقاءاتهم ضد بعض في الدوري الإيطالي الأستاذ يتفوق على التلميذ، أنشيلوتي بيتفوق على جاتوسو في المباراة، والعنوان الرئيسي أهداف واستعراض والمواجهة الكبيرة تعود. الدوري الإيطالي ممكن نقول إن هو بدأ يرجع لأفضل فترات حياته، لكن دايما دايما كان عندنا يعني شك إن الدوري الإيطالي ممكن يتأثر، لكن اليوفي دائما في المقدمة والبيانكونيري عنيدون، وإن لم يسجل كريستيانو سيفعل بيانيتش ومانزوكيتش، وأليجري بيصرح نتطور مباراة بعد مباراة. ونابولي طبعا أكيد ريمونتادا من 2-0 ل 3-2، ميلان يلعب بشكل جيد لمدة 50 دقيقة، لكن بعد كده الطوفان الإيطالي لكارلو أنشيلوتي يعني بيسطو على ميلان، وبيقدر إن هو يعدل النتيجة من 2-0 ل 3-2. خلصنا معاكم أبرز الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية، إنجلترا، أسبانيا، إيطاليا، يعني لمينا لحضراتكم أهم الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية اللي بيتم إصدارها صباح اليوم. نروح معاكم لبعض الأخبار قبل ما ننتقل سريعا إلى الفيديوهات طبعا، وممكن الفقرات من الفقرات المحببة لدى المشاهدين. أبدأ معاكم بأول خبر، رئيس رابطة الليجا ينتقد أرضية ملعب بلد الوليد. تكلمنا في الأخبار وقلنا إن برشلونة بيدين ملعب بلد الوليد بعد المستوى السيء اللي ظهر به أرضية الملعب. كمان بيكيه انتقد أرضية الملعب، يعني شيء مهم جدا إن برشلونة قدر يحقق فوز عشان لما يتم انتقاد الملعب يكون نقد فعلا إيجابي، ما يكونش فيه سبب. يعني مثلا أنا ما بحبش شماعة الأخطاء، شماعة التحكيم، شماعة الأرض، لكن برشلونة فاز، وبالتالي أنا شايف إن هي أكيد نقطة مهمة جدا. لما كمان رئيس الرابطة، احنا عارفين رئيس الرابطة دايما بيبقى فيه تضارب معاه في التصاريح مع بيكيه، إن هو يعني دايما بيقولوا كلام عكس بعض، بيتهم برشلونة إن رئيس الرابطة الليجا إن هو في صف ريال مدريد، لكن طبعا زي ما احنا شفنا إن نفس تصريحات رئيس الرابطة هي نفس التصريحات اللي قالها وبيتفق عليها ملعب بيكيه على ملعب المباراة. دام حضراتكم دي مش سجادة ولا دي يعني ده أرضية الملعب. أرضية الملعب جوردي ألبا بيحاول بعد ما عمل تاكلينج أو زحلقة على أرضية الملعب والنجيلة طلعت من الأرض، بيحاول إن هو يرجعها تاني. ممكن بعض المباريات نلاقي حتت صغيرة من الملعب بتطلع من مكانها، لكن مش بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. تقسيمة الملعب ووضع نجيلة بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده بيصعب المأمورية جدا على لعيب الفريقين. ممكن نقول ان بلد الوليد قاصدين يعملوا ارضيه الملعب بالشكل ده علشان خاطر تصعب من ماموريه الخصم، لكن عايز اقول لحضراتكم ان ده بيكون على الفرقتين، على الفرقتين، بيأثر على مستواهم. وشفنا جوردي ألبا يعني للاسف يعني حته كبيره كتله من ارضيه الملعب بيحاول يرجعها لمكانها. الكتله اللي حضراتكم شايفينها دي كانت بتأثر على ايه؟ اولا بتأثر على ممكن لاعب وهو بيجري يحصل له خلل في توازنه وهو بيجري، فبالتالي يحصل له اصابه في انكل رجليه، ممكن يحصل له اصابه عضليه، ممكن الكره تغير اتجاهها، تكون هجمه خطيره لصاحب الارض تغير اتجاهها، ممكن تكون هجمه تانية لبرشلونه تغير اتجاهها، وبالتالي الملعب سيء جدا جدا، وجميع الاطراف متفقين على الموضوع ده. لكن ليه الموضوع باين قوي كده؟ علشان فريق بحجم برشلونه او ريال مدريد لما بيلعبوا في الملاعب دي بيتم اخذ الموضوع بعين الاعتبار. ده بالنسبه للملعب. كلنا النهارده صحينا من النوم لقينا اخبار بتقول ان احتمال نادي تشيلسي يتباع، ان في كلام ان ابراهاموفيتش رئيس او مالك النادي بدا يتلقى بعض العروض لبيع نادي تشيلسي، وده اللي نفته او بعض الاخبار قالت ان تضارب الاقوال حول بيع نادي تشيلسي، ان في صحف بتقول ان النادي احتمال يتباع، وصحف تانية بتقول الامر في استقرار تام في النادي، والدليل ان هم تم التعاقد مع موريسيو ساري العقد طويل المدى، ومفيش فكره من الافكار اللي مكتوبه، لكن بنقول ان او في الصحيفه البريطانيه قالت ان ابراهاموفيتش حدد مبلغ 2 مليار جنيه استرليني كقيمه للنادي اللنداني. ده طبعا يعني هنشوف 2 مليار ده رقم كبير جدا جدا جدا
بنتكلم في يعني ملايين، يعني رقم كبير جدا لو اتكلمنا عليه، لان ممكن يكون ده اغلى في تاريخ كرة القدم. اللي طبعا نادي تشيلسي في 2003 تم شراؤه من قبل الملياردير الروسي ابراموفيتش، لكن في 2018 جه الوقت ان هو بدا خلاص، ممكن خلاص هو شايف ان ده اقصى طموحاته مع نادي تشيلسي، حقق انجازات، حقق دوري، حقق كاس، حقق تشامبيونز ليج، فبالتالي هو خلاص وصل الى البيك او الى قمه طموحاته مع فريق تشيلسي، وبالتالي هو مستني ويشوف هل فعلا، او احنا هنستنى ونشوف كمشاهدين وكجمهور هل فعلا نادي تشيلسي هيتم بيعه ولا لا بعد او خلال الموسم الحالي اللي احنا هنشوفه. مايكل كين لاعب ايفرتون بيتعرض لكسر في الجمجمه في لقاء ايفرتون اللي كان امبارح في الدوري الانجليزي، بعد ما تدخل مع زميله في كره مشتركه طبعا ادريسا جايه، وطبعا بعد ما اللاعب تم نقله وتم عمل اشاعه طلع عنده اصابه يعني للاسف ان هي هيغيب عنها لمده تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، ولما يرجع كالعاده هيركب الخوذه اللي بيتر تشيك بيلعب بيها، وهيبعد عن اي تدخلات تماما فيها او ليها علاقه بالراس. وطبعا نادي ايفرتون كان نشر على حسابه الرسمي يعني صوره للاعب وهو اكيد بيواسيه وبيقوله ترجع بألف مليون سلامه. توماس تاخل المدير الفني لباريس سان جيرمان بيرغب في ضم كريستيان اريكسون لاعب توتنهام. اريكسون طبعا واحد من المواهب الكبيره جدا في الكره الاوروبيه، اريكسون واحد من نجوم منتخب الدنمارك، واحد من نجوم فريق توتنهام، واحد من مفاتيح اللعب المهمه جدا اللي توتنهام بيعتمد عليها بشكل كبير. لكن هل يستطيع فريق باريس سان جيرمان، يعني انا شايف يعني توماس توخيل عنده طبعا امبابي، عنده دي ماريا، عنده نيمار، عنده كافاني، عنده لعيبه كتيره جدا، عنده دراكسلر، عنده لعيبه كتيره جدا في المكان سواء على الاطراف او تحت راس الحربه. كريستيان اريكسون لو جه هيلعب فين؟ يعني كريستيان اريكسون انت لو جبته هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. اولا انت عندك لعيبه محتاج ان انت تستغنى عنها عشان سياسه اللعبه نظيف، تاني حاجه انت عندك اللعيبه بتشتكي او اللعيبه في لعيبه ما بتلعبش ولعيبه نجوم زي دي ماريا زي دراكسلر، فانت اصلا مش عارف تجيب مكان للعيبه نجوم تانيه، فانت هتحتاج لاعب زي اريكسون هتعمل بيه ايه؟ لكن هنشوف، ممكن يكون توماس توخيل عنده وجهه نظر مختلفه تماما عن ان احنا يعني بنحكم باللي احنا شايفينه، لكن اكيد كل مدير فني ادرى ب اللي هو يعني اللي هو عارفه، عنده لعيبه، عنده طبعا العدد كبير من اللعيبه، وعارف مين اللي محتاجه ومين اللي مش محتاجه ومين يقدر يعتمد عليه ومين اللي ممكن يخذله لو او يخذله لما يحتاجه داخل الملعب. لكن هنشوف باريس سان جيرمان هل فعلا هيستطيع ضم اريكسون في الفتره القادمه ولا لا. اشبيليه وخبر يعني بنسمع في الصحف كتير ان اشبيليه مهتم بضم تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه اللاعب المصري. يمكن عايز اعلق على حاجتين خاصه بلاعبينا المحترفين. عندنا مشكلتين مع اللعيبه المصريه المحترفه. اول حاجه عدم التواصل مع الاعلام والصحافه. يعني بنلاقي اللاعب المصري بيسافر، هو نجم طبعا، بيطلع نجم من مصر بيروح نادي يعني ممكن نقول نادي يا اما نادي قمه في دوريات اوروبيه يا اما نادي في منتصف الجدول، وبالتالي خلاص بيبدا مسيره احترافيه. بنبدا احنا هنا كاعلام وصحافه نبدا نتواصل مع لعيبتنا المصريه اللي من الصعب جدا جدا نوصل لهم، معرفش ليه، يعني انا معرفش هل كل لاعب بيحترف بره وان احنا بنحاول نسلط الضوء عليه ونهتم باخباره ونتكلم عليه كمصر وكاعلام مصري وصحافه مصريه هنعاني، يعني الموضوع صعب جدا، بنطلب من اكتر من لاعب ان هو يخش مداخله بيرفضوا، بنتكلم ان احنا طب ايه الاخبار، نتابع ليه تم استبعادك من التشكيل، ليه ما كنتش موجود على مقاعد البدلاء، هل بتتمرن بشكل كويس، بيرفضوا ان هم يتكلموا. انا شايف ان دي مش نجوميه ولا دي ان هي في صالح اللاعب المصري المحترف، علشان لو احنا بصينا بره في كل القنوات وفي كل الصحف بنلاقي ان بعد المباراه عادي جدا ميسي بيسجل، عادي جدا ميسي بيضلي بتصريحات صحفيه، عادي جدا ان بنلاقي رونالدو بيتكلم. يعني الموضوع او الموضوع بسيط جدا جدا، ابسط من الامور. يعني عشان نعرف خبر زي تريزيجيه بنحاول نتواصل مع تريزيجيه بنلاقي فيه صعوبه جدا في التواصل معاه، بنحاول نساله، فبالتالي ما بيكونش في ايدينا اي حاجه غير ان احنا نتكلم على الخبر اللي موجود والمنتشر سواء في الصحف الاعلاميه او في الصحف المصريه والمواقع طبعا اللي بتجتهد بشكل كبير جدا في توصيل المعلومه لحضراتكم كساده مشاهدين ولينا احنا كاعلاميين بنتكلم على لسانهم.
واخيرا تقارير فرنسيه تؤكد اهتمام برشلونه بمحمد صلاح. كله كلام مفيش حاجه رسميه. محمد صلاح مبسوط مع فريقه ليفربول. محمد صلاح متالق بسم الله ما شاء الله، يعني في كل مباراه بيقدر يصنع جديد، بيقدر يعمل شكل لفريق ليفربول. اخر مباراه 3 نقاط امبارح في مباراه فريق ليفربول على صداره الدوري الانجليزي، يعني بينافس على افضل لاعب في اوروبا مع مودريتش ومع رونالدو. وبالتالي بسم الله ما شاء الله محمد صلاح اكيد لو راح برشلونه كلنا كمصريين هنكون مبسوطين جدا جدا، لكن احنا كمصريين باصين الى الاستقرار. وانا اعتقد ان محمد صلاح لاعب ذكي جدا، نضج، بدا ان هو يفهم، بدا ان هو يعرف، بدا ان هو خلاص يستقر مع فريق ليفربول ومع يورجن كلوب، وبدا ان يبقى فيه كيمياء وتفاهم على اعلى مستوى. جمهور كمان ليفربول بيعشق محمد صلاح، وده اللي احنا ان شاء الله نتمناه كجمهور مصري، ان محمد صلاح يكون موجود مع ليفربول الموسم ده ينافس على نفس الجوائز اللي كانت موجوده في الموسم الماضي، علشان يبقى لاعب فعلا عالمي. زلاتان ابراهيموفيتش قالها له، وهفضل اقولها لحضراتكم لحد نهايه الموسم، قال له عشان تكون لاعب عالمي لازم احسن لاعب ده يكون عادي، لقب الهداف ده يكون عادي، لقب افضل لاعب في العالم بتنافس عليه ده عادي جدا. فبالتالي محمد صلاح ان شاء الله ان شاء الله يقدر يحقق الكلام ده الموسم ده، وكمان يقدر يحقق بطوله الدوري الانجليزي مع فريق ليفربول. عشان الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعه، نروح بقى الى الفقرات الخاصه بالفيديو. معانا بعض الفيديوهات اللي بنحاول نجيبها لحضراتكم، بنكون دايما ما وراء الكواليس، بنركز فيها ان احنا نجيب لحضراتكم كل الاخبار اللي موجوده في العالم وكل الفيديوهات اللي موجوده علشان نقرب حضراتكم اكتر من الاحداث. طبعا ما فيش شك ان ليونيل ميسي واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ العالم وفي تاريخ كره القدم. مفيش لاعب يعني ممكن نعد اللعيبه اللي جت عظيمه زي ميسي في العالم هنلاقيهم لعيبه قليلين جدا، يعني مارادونا، بيليه، زيدان، رونالدو، بتكلم على اللعيبه اللي فعلا قدرت تضيف الى كره القدم. وبالتالي بعد ميسي طبعا بعد لقاء بلد الوليد طفل صغير ما بيقدرش ان هو يمسك نفسه بالدموع امام ميسي، لكن طبعا تصرف ميسي العظيم جدا جدا بيثبت للعالم كله ان فعلا كره القدم دي اكتر من لعبه. وبالتالي ميسي بقى يعني هنشوف هيعمل ايه من خلال الفيديو اللي هنعرضه قدام حضراتكم، بقى نرجع نكمل معاكم باقي فيديوهاتنا. We are the makers. Kingdom creators. We are the makers. Taking this world of ours. Kingdom creators. هو ده النجم، هو ده النجم اللي احنا من خلاله بنتعلم منه، انه يكون متواضع مع الجمهور، ان هو يعرف زي ما حضراتكم شفتوا طفل صغير بيبكي بشده مش مصدق نفسه من الفرح ان هو قابل ميسي يعني وجه لوجه. وبالتالي ميسي يعني في اكثر من موقف مضاله على التيشيرت وكمان تصور معاه، وبالتالي دي يعني حاجه مهمه جدا جدا للعيبه بشكل عام في الموقف اللي انتم ممكن تتعرضوا ليه في اي وقت انكم تتعاملوا معاه بالشكل زي اللي احنا شفناه مع ميسي. لسه مكملين مع برشلونه بس على صعيد الناشئين. كره القدم زي ما قلت لحضراتكم مش مكسب وخساره. كره القدم هي اخلاق وسلوكيات وتعامل الكسبان مع الفريق الخسران والخسران مع الكسبان، ازاي يتصرفوا؟ ازاي يكون في روح رياضيه؟ الكلام ده هنتعلمه من فريق برشلونه تحت 14 سنه بعد ما كسب لقائه الاخير بضربات الجزاء. ازاي الولاد الصغيره بره بيعلموهم ان انت تتعامل مع الفريق المنافس بعد الخساره اهم بكتير ما انت تحتفل. احتفلت وخلاص لازم لا، ما تنساش زمايلك، تسلم عليهم، تقول لهم هارد لك والمباراه القادمه تكون افضل. تعالوا نشوف ازاي برشلونه وناشئين برشلونه بيتعاملوا مع الخسران بعد نهايه المباراه. We'll be right back.
يعني بيعلموهم السلوكيات والأخلاقيات، هي أساس كرة القدم. بدون سلوكيات ولا أخلاقيات كرة القدم مش هتساوي أي شيء. عشان كده لاعب كرة القدم لما بيكون نجم عنده أخلاقيات ويبطل كرة، كله بيتكلم على سلوكياته وأخلاقياته، بتفضل سيرته موجودة لحد يعني عمر طويل، لحد حتى كمان بعد ما يعني يموت أو يتوفى بيبقى الموضوع كمان مستمر. السيرة الطيبة وسيرة الأخلاق هي دايما اللي مستمرة. ولو بصينا على أي لاعب خلاص عدى عليه وقت طويل جدا، هتلاقي دايما ان السيرة بتيجي قبل المستوى وقبل الامكانيات. هديكم مثال بسيط جدا، بيليه ومارادونا. بصوا حضراتكم، بيليه لما بتيجي سيرته دايما بيتكرم من الفيفا وبيبقى دايما سيرته طيبة جدا على كل لسان، اي حد في العالم بيتكلم على بيليه. اما مارادونا بسبب اللي وصله يعني بدأ انه يفقد شيء من رونقه، شيء من النجومية اللي كان بيمتلكها في عصره الذهبي. لكن زي ما بقول لحضراتكم، السلوكيات والأخلاقيات هي أساس لعبة كرة القدم، مش بس كرة القدم، هي أساس كل شيء. امبارح كان معايا خبر ان فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي المنتقل الى صفوف ريال مدريد، ان لوبيتيجي صرح وقال ان اللاعب لسه قدامه شوية عقبال ما يعني يبدأ ينضج ويبدأ ان هو يخش في اجواء اللعب في الدوري الاسباني، لكنه شارك مع فريق كاستيا او فريق الثاني لفريق ريال مدريد في مباراه امام فريق لاس بالماس. جمعنا لحضراتكم كده ابرز لقطات فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي عشان كل جمهور ريال مدريد على الاقل يكون عارف مين هو فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي. يمكن لاعب صغير في السن، مواليد 2000، فبنتكلم في يعني لاعب عنده حوالي 18 سنه، فبالتالي اكيد قدامه مستقبل كبير جدا جدا جدا. فتعالوا نشوف ابرز لقطات فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي المنتقل لصفوف ريال مدريد مع الفريق الثاني لريال امام لاس بالماس، ونرجع نكمل مع حضراتكم. Algunos subirán para ayudar al primer equipo, algunos bajarán hasta el juvenil para ayudar a la ayuda. De fútbol, ¿no? De lo que es el fútbol casi ya profesional, a ese nivel profesional, y luego disfrutar de torneos tan impresionantes como es el de la Youth League, ¿no? Es un año difícil, el año pasado ya lo vimos. Y los arranques son difíciles. Exacto, eso iba, ¿no? Es verdad, tienes toda razón, eso justamente iba, ¿no? Que tenemos que tener un poquito de paciencia en el inicio. Luego el equipo terminó la temporada, ojalá, llena de éxito. Saltan partidas aquí en Real Madrid Televisión. Sí, eso es la fábrica. No olvidemos que en los últimos dos años hasta una veintena de jugadores han salido del Castilla y están ahora jugando o en primera. Hacia el centro, ahí está Fran Chufelo, así el segundo recorte, va a jugar con Vinicius, ya está en la frontal, pareja con la diestra Vinicius, el disparo, el primero para Josef, en corto para Dani con Vinicius. El estreno del brasileño. Tienes, ¿no? La rutina de jugar. Claro. Tienes en activo. Importantísimo jugar, porque cuando te toque jugar, tienes que estar para jugar. Ahí está jugando Seo para Vinicius, ha dado desde el centro, intentaba la apertura hacia la izquierda. Lástima, no llegó Dani Fernández. Bien. Y recuerden, todos los días, de lunes a jueves, para ser dado para Vinicius, intentaba devolver de primera. Bueno, no salió la pared, pero sí el autopase. Ahí va Vinicius, intentaba un baño, no le ha salido. Recupera las palas. Buena la anticipación de Javi. Descolocada. Se ve por abajo. Vinicius. Roba, sale disparado Vinicius. Largo. Vamos a ver la carrera de Cristo, corre. Ahí había hueco. No, además, cuando corre, suele ser por un lado, corre él. Ahí sale, saque de banda. Con los futbolistas que tiene las palas Atlético en el campo en este segundo tiempo. Con los que con todo. ¿Eh? Sí. La sigue dejando para Fidalgo. Abre Vinicius. Ahora puede encarar. Tiene delante a Jesús Fortes. Vinicius con el exterior. El pase. Muy buen balón. Al lado, mejor posicionado con él. اللاعب اللي قدام حضراتكم او اللي حضراتكم شفتوه ده مواليد 2000، لعب في نادي فلامينجو من 2005. يعني هو كان عنده 5 سنين، شاف ان موهبه كبيره جدا، موهبه ما ينفعش ان هو يتم التفريط فيها، وبالتالي لعب في نادي فلامينجو البرازيلي من 2005 ل 2017 علشان ينتقل بعديها الى نادي ريال مدريد. لعب مع منتخب البرازيل تحت 15 سنه 10 مباريات، سجل 7 اهداف. لعب مع منتخب البرازيل تحت 17 سنه 19 مباراه، سجل 17 هدف. لسه لم يشارك مع منتخب البرازيل تحت 20 سنه، لكن في انتظار اكيد استدعاءه لمنتخب البرازيل. انا شايف ان هو المنتخب الاولمبي ممكن يتم استدعاءه ليه في ظل فعاليات القادمه اللي هتكون فيها تصفيات المؤهله الى الاولمبيات القادمه. اكيد محمد صلاح واحد من النجوم المصريه اللي اكيد بنستمتع بيها داخل وخارج الملعب، لكن محمد صلاح مش بس كمان بيفوز مع فريقه في ليفربول على منافسين في الدوري الانجليزي، لا ده كمان بيفوز على زملائه داخل ليفربول في الفاني جيمز زي لعبة التنس. تعالوا نشوف محمد صلاح
ازاي بيفوز على زمايله في لعبه التنس مع ليفربول. نرجع نكمل مع حضراتكم. كلنا اكيد فاكرين ديفيد سيلفا الفتره الاخيره اللي كان موجود فيها مع مانشستر سيتي، ان هو دايما كان ما بين اسبانيا، سفره لاسبانيا كانت الاسباب غامضه جدا، وبين رجوعه الى انجلترا. لكن الكل تفاجأ بالنهايه ان ديفيد سيلفا كان عنده ظروف مع بدايه مولود جديد ليه، هو اسمه ماتيو، كان مولود عنده بعض المشاكل اللي موجوده. لكن طبعا في كره القدم في العالم كله دايما مقوله شهيره بتتقال داخل غرف فيليبس، ان الفاميلي كومز فيرست، يعني العائله اولا بعد كده كره القدم. لو انت هنا في مخك مش كويس او نفسيا عندك مشاكل في الملعب مش هتعرف تبدع. فبالتالي كل مسؤول وكل لاعب في مانشستر سيتي كان متعاطف ومساند بشكل قوي جدا لديفيد سيلفا خلال الفتره العلاجيه اللي كان بيسافر من خلالها من انجلترا لاسبانيا عشان يطمن على ابنه. كلنا اتفاجئنا المباراه اللي فاتت ان ديفيد سيلفا رجع بالسلامه مع ابنه علشان يدخل بيه ملعب المباراه. لكن الجميل ان شعور زمايله داخل غرف الملابس كان اجمل، ده اللي احنا ما شفناهوش. فاحنا عشان كده جبناه لحضراتكم علشان نعرف قد ايه ان الناس دي او مسؤولي كره القدم في مانشستر سيتي واللعيبه كانوا فعلا مساندين، وكانوا اكيد مبسوطين جدا جدا برجوع ديفيد سيلفا مع ابنه ماتيو اللي تقريبا عمره لا يتخطى 6 شهور بعد رحله علاج. ازاي تعاملوا مع الموقف ده هنشوف، ونرجع نكمل مع حضراتكم. هختم مع حضراتكم بفيديو كلنا عارفين تحدي ديلي الي، التحدي اللي عملوه اول تحدي اللي عملوا بايد واحده او بطريقه معينه فيها ان هو بيظهر عينه بطريقه معينه. تاني واحده كان فيه تحدي من ديلي الي بطريقه مختلفه، العالم كله بدا ان هو يقلده. لكن في شخص بيتحدى ديلي الي ان هو عمل له حركته الاولى والحركه الثانيه، وعمل له حركه ثالثه يعني بيتحدى هل هتعرف تعمل زيها ولا لا. لكن ديلي الي لحد دلوقتي ما ردش عليه. هنشوف ازاي الشخص او الحد ده قدر يتحدى ديلي الي ازاي بطريقه فيها يعني تحكم بايديه بطريقه غريبه جدا. هنشوفها ونتابع معاكم، ونرجع نكمل معاكم او نختم معاكم حلقه اليوم من الاهلي الليله وفقره الكره العالميه. طيب وصلنا مع حضراتكم للنهاية، لكن التويتر الخاص بمحمد صلاح موضوع يعني تويتر اتفاجئنا بيها كلنا دلوقتي، موضوع مؤسف جدا، موضوع مش عارفين ايه هو الحل ما بين محمد صلاح واتحاد كرة القدم. هنقرا لحضراتكم التويتر ونعرضها ليكم. هنشوف محمد صلاح كتب ايه منذ قليل على حسابه الرسمي على الانستجرام، بيقول من الطبيعي ان اي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه
ليس ذلك تماما. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي. لا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علي؟ يعني لا تعليق، لا تعليق. هنشوف هنشوف ايه يعني ايه التويته دي، ايه رد اتحاد الكوره عليها، وهل فعلا الكلام ده صحيح، وهل تم هل فعلا بيتم تجاهل رسائل محمد صلاح؟ اكيد طبعا يعني، بس طبعا يعني اكيد محمد صلاح عشان يكتب حاجه زي كده اكيد ممكن حصل امر كبير ما نعرفوش. اكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد في قناه النادي الاهلي، وفي خاصه الاهلي الليله فقط الكره العالميه، عشان نقول لكم كل ما هو جديد. بشكر زمايلي الاعزاء الاستاذ محمد الجندي، وايضا زميلي العزيز امير هشام على وجودهم معايا في الجزء الاول من الاهلي الليله. ونشوفكم دايما على خير على شاشه قناه النادي الاهلي. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.